ابدا في الهنجر، ايش المشكله؟ انا عندي مشكله كل فقره جالس تضغط الثانيه، كل واحد تاخر نص ساعه ثم من الضحيه الرادار ايش قالوا؟ قال والله انكم يعني بالعكس انتم اخوان. لا احنا ما نتحمل يا حبيبي، انا ما اتحمل، انا يوميا انا هنا، هو يجي يقدم فقره في الاسبوع. معليش عندي يوم الاربعاء تمام الفقره اللي كل برنامج القى سلمان قبلي اخرني ساعه ونص، معروف فقره سلمان كل فقرات سلمان 6 ساعات رياضيات مو فقره، تروح لازم الكوب يكون كذا عشان يصوت لك الجمهور، ينقلب الكوب كذا تفوز بالحصان خلاص. طيب هو فقرته معقده، عطها وقت اطول، لا تعطيها وقتي او قبل فقرتي الساعه 10 ونص بتبادي. البارح بدا سلمان حدود خلص الفقره اللي قبل الساعه 11 الا ربع، بدا الساعه 11:35 دقيقه او بدا الساعه 11:54. طب انا متى ابدا؟ طب اجل سلمان بعدي عادي، اجل سلمان بعدي. اذا ما في اداره للاعداد وتنسيق للفقرات احنا ننسق، ما عندنا مشكله. هل من مستجيب يعني؟ ما راح يسمع سم، ما راح يسمع. اذا ما يسمعنا اسوي ستوب يوم من الايام، تجي 12 مو موجودين. هذا اليوم كان تنبيه بفقرة. وكان نقاش ودار في الاداره انه الرادار لن نقبل تاخير مره ثانيه، في ناس ينتظرون الفقره ولا بد انها تطلع في وقتها. الصبر بدا ينفذ واليوم لابد ان يكون هناك حل. 30 يوم يعني ما عندنا مشكله، يومين يصير تاخير بنتحمل، لكن انه يكون ديدن يومي والتاخير يصل الى 40 50 دقيقه يوميا امر غير مقبول بتاتا. سالم، عن التاخير وعن الاعداد في انا طالبت قبل بسكريبت اسبوعي، وفعلا مثل يوم الاثنين فاضي. اذا المشكله ان الايام المزحومه اللي هي الثلاثاء والاربعاء ايضا يصير فيها تدشينات، هو موجود ويصير فيها موجود السكريبت بس متسوس. مبادرات ويصير فيها ايضا مبادرات تحسب حسابك، مبادرات في العصر الدولي. هذه انا سبق وقلته، انا اشكر الاعداد النسائي على انه رفع وش اسمه القضايا لترك الدوسري، وكل قضيه كتب جنبها الاجراء يعني المتخذ وقال ترحيل محمد الودعاني، فهذه تحسب الاعداد النسائي. لكن قلت المفروض السكريبت يطلع عليه الاعداد النسائي ثم بعد ذلك يعتمد، وهذا طالبت به حتى نقدر ما نحاسب، احنا نحاسب عبد الراجح. عبد الراجح يقول انا ما جيت الا من بعد 18 يوم، طيب انت الان موجود يا عبد الراجح، يفترض انك تمسك زمام الامور وتعيد ترتيب فقراتك في ايام. يا اخي يوم البرايم نقول يوم برايم، لكن ترى فاضي الاثنين صار مثل يوم البرايم، فاضي فاضي كامل. شوف له دبره. أنا أظن هذه في عذر كبير وفضفاض أن هذه واقعية، والواقعية ممكن الفقرات تأخذ مجراها يعني في أي وقت كان، لكن مهم جدا. ترى الجمهور على فكرة الجمهور ما يتابع إلا فقرة الرادار، وهذا أكثر من واحد كلمني قال يا أبو حزام ترى برنامجكم ذا صح أنه ضخم، صح أنه برعايات، صح أنه فيه بروباغندا قوية، صح أنه فيه تسويق قوي، لكن جينا ما لقينا متسابقين فاضطرينا نتابع الرادار. الرادار يتأخر مرة بتجوا مرة ما أنتم جايين، بعضكم غاب بعضكم راح، كل ما يحصل من عثرات للرادار السبب الرئيسي فيه تأخير الفقرة. هذا بالنسبة للإعداد. بالنسبة لفيصل الدبالين، في واحد الآن مرسل لي رسالة يسلم عليك اسمه شعيب الدبالين، قلت يا شعيب أسلمك على فيصل؟ قال لي قلت أسلمك على المترحل؟ قال لا مترحل لا تسلم عليهم. لحظة تلقى سالم حزام مرسول الحب والرسائل لا لأن كل اسبوع بليشت لاني بليشت قلت تم، وانا سبحان الله بيض الله وجهك من طيب راسك الله يرفع قدرك. طيب ابغى سيف الجنيبي في الكنفش الروم، وقبل يجينا سيف خلونا نشوف ملخص ابرز احداث اليوم. الكاريزماوي 33 نشوفه وياكم ونرجع. وعليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا ضيف الله يحييك، ترحيبتي في هالغلا والمودة، هذه ترحيبة أخوي مبارك الأكل بيالله يصبحه بالخير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، يا مرحبا ومسهلا. مستغربين صح؟ كلنا مستغربين. جلس حياكم الله اليوم في فقرة المطبخ. بذاك اليوم اللي هو مباراة السعودية والأرجنتين، تذكرون ذيك المباراة اللي افضل مباراه سعوديه في التاريخ؟ كانت الظهر، في مباراه العصر، في مباراه المغرب، في مباراه الساعه 10. 2 وحش ابو الهقل، 1 2 وحش ابو الهقل، 1 2 اعتبر انهم ناس وحش السلطان، 1 2
واحد من المتسابقين تمنيتنا معك. والله شوف ترى من الظلم اني اقول واحد. ها لا تعترف قم هنا. ابو محسن. لا بس واحد من ضمن 25 صعبه. انا ادري انك تحبنا كلنا. سكب. طيب 42 ريال تشتري منيو كامل 42 ريال. لا 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 هناك بعض المحل شيء حاجة تدفع فلوس واجد. لا لا. وأنا جوعان سمعت أن هناك مطعم جميل جدا يقال له مضغوط بيج. وصل. لا زعامة مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور، محفل فيه النجم الفنا. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعده منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصرف، كشتتك بالنفودة والثمامة. باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. غسلة مجانية سيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك. نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، اختر الأفضل لك ولعائلتك. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي أنك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود، ولا تنسى كود الخصم KA 229 ريال بس. هي بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم، كبار بانتشارهم في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع، شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة برنامج كاريزما. أنا كاريزماوي وبتحدى أقلط على الطالب وأنا المبدأ مليء على
اتكلنا على الله وابتدينا معاكم. مناديل عبال، لمسة ناعمة في كل الأوقات، متانة عالية لجميع الاحتياجات، جودة وبهجة في كل المناسبات. مناديل عبال، خيار الأسرة المثالي. كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعده منك المال ومن هالعيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفوذ أو الثمامة، باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدامي. غسلة مجانية لسيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك. نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، اختر الأفضل لك ولعائلتك. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي أنك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود، ولا تنسى كود الخصم KA 229 ريال بس. كاريزماوي بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم، كبار بانتشارهم في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع، شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة ببرنامج كاريزما. انا كاريزماوي وبتحدى اقلط على الطاله وانا المبدا مالي ابتدينا معاكم واتكلنا على
يا قناة وصلح يا مجرح جتكم الواقع بحلة وطله جديد جتكم الواقع بحلة وطله جديد أنا كارثماوي اتكلنا على الله وابتدينا معاكم. مناديل عبال، لمسة ناعمة في كل الأوقات، متانة عالية لجميع الاحتياجات، جودة وبهجة في كل المناسبات. مناديل عبال، خيار الأسرة المثالي. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاها عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعده منك المال ومنها العيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفوذ أو الثمامة، باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. غسلة مجانية لسيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك. نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، اختر الأفضل لك ولعائلتك. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي انك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود، ولا تنسى كود الخصم KA229 ريال بس. هي بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم، كبار بانتشارهم في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع، شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة ببرنامج كاريزما. أنا كاريزماوي وأبى أتحدى، أقلط على الطالة و
وابتدينا معاكم. مناديل عبال، لمسة ناعمة في كل الأوقات، متانة عالية لجميع الاحتياجات، جودة وبهجة في كل المناسبات. مناديل عبال، خيار الأسرة المثالي. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعده منك المال ومن هالعيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفوذ أو الثمامة، باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك، أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدامي. غسلة مجانية لسيارتك، عرض حصري ولفترة محدودة مع الكاش باك 100% للعميل الجديد بكل موقع ولكل وقت وبكل الأيام. سويتر رفيق سيارتك بجميع الأحوال، باقات سنوية وشهرية بدءا من 29 ريال للغسيل الداخلي والخارجي. امسح الكود وحمل التطبيق والحق على العروض. تعرف على سر الصحة والنكهة مع زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، من قلب طبيعة الجوف إلى مائدتك. نقدم لك أجود أنواع زيت الزيتون المستخلص من أفضل بساتين الزيتون بالجوف. زيت غصن الزيتون مذاق لا يضاهى وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. اختر زيت غصن الزيتون البكري الممتاز، اختر الأفضل لك ولعائلتك. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية أو أحوال شخصية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. للتواصل والاستفسار. جايب لكم اليوم خلطات سيلفر كريست، جودة ألمانية تسنعك في المطبخ بقوة 4500 واط. تخيل معي انك راح تشتري الخلاط وتحصل على مبشرة الخضار المميزة مجانا. خلاط سيلفر كريست، الخلاط المثالي لجميع الاستخدامات المنزلية. ترى العرض محدود، يا تلحق يا ما تلحق. إذا تبي تشتري وتلحق العرض صور هالباركود ولا تنسى كود الخصم KA200. أنا كارزماوي، أنا كارزماوي، أنا كارزماوي، والراس طايل لمركز دايم مع الأوايل ومثبت. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد. بسبب خلل فني طلعنا فاصل ورجعنا لكم. إن شاء الله آخر الفواصل بإذن الله، لأن لو جاء فاصل جديد ترى خلاص نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. كنا استعرضنا قبل نطلع فاصل مقطع أبرز أحداث اليوم، يوم كاريزماوي معتاد، ما في شيء، ما في إضافة. علي كيف شفت اليوم؟ يوم جدا باهت. المتسابقين وصلوا مرحلة فقط أقوم أصحى أكل أنام أقوم روتين بس، ما في شيء، ما في تجديد، ما حتى ما في روح على الشاشة. المتسابق ما هو جالس يعطي بذمة ضمير، بعضهم يحاول اللهم أنه أبا حضر، حضرت ما حضرت. بعض المتسابقين الآن كمل يمكن حدود 4 أيام 5 أيام عن غياب فقرات، بعضهم إلى فقرتين 3 فقرات.
إن حضرت على الكوتش لحقت عليه، إن لحقت على المطبخ لحقت عليه. ترى هذه الروح والمرحلة يوصلها طبيعي إنه يوصلها في البرنامج، بس مو من الطبيعي إن النسخة كلها. طبيعي مر فيها دروب 2 3 4 5 10 بداية البرنامج تمام 10، بس مسألة إنه يوصل إلى 20 يعني بنسبة 70% من البرنامج مصيبة. في دروب كبير يمر فيه كثير من المتسابقين، سالم شنار، عبد الله العتيبي، فلاح عز الله، ناصر البريك، سلطان البريك، كله في دروب يعني كبير. يا رجل كبير. انا ما بعد شفت فقرة الكوتش بدا الضعف وبدا يعني العدد القليل، الرتابة فقرة رئيسية في كزم واحد، فقرة ثرية في جنتل، هنا انتهت حرفيا انتهت. قتلوها، ما يحضر الا 8 قتلوها، 6 7 قتلوها. طيب اللي يخلي المتسابق، اللي يخلي المتسابق يعني ما يهتم يحضر فقرات، وشو انا ما يهتم بالخصم، غير مبالي، ما يدري، ما يعرف قيمة الخصم، ما يهتم بالخصم. ها طيب خلونا احنا متسابقين، والله اني صادق واكثر تجرد، ولعلكم تشاركون الراي، خلونا متسابقين. مضبوط متسابقين، ونشوف انا اشوف كنت حضرت كوتش ولا ما حضرت، حضرت المطبخ انا، واشوف البراي، واشوف هل لها تاثير عدم حضور الفقرات على البرايم، كذا انا اجدد نشاطي والاسبوع الجاي اقول لا والله يا ولد انا ما فاضي اطلع. لكن يا الربع اذا جاء البرايم وشفت اللي غيب عن الفقرات ما دخل برايم اصلا، وهو عارف يمكن بعد يمكن ما جاء تصويت مادي، هنا انا لا تلومني اذا ما، والله ما في مشهد الا مشهد واحد، اقسم لك بالله بالنسبه لي ما في الا مشهد واحد اللي تحس فيه واقعيه وفيه يعني دخول في البرنامج، اللي هو حق ابراهيم عواد يوم يكلم سيف الاكلب ويرجعوا له، يوم قال له سيف الاكلب ليش تخصم علي؟ قال له انا خصمت عليك انت اعلاهم نقاط، ثم يعني حوار واضح انه صدقي ولا هم متصنع، وفي ثناء البرنامج غيره والله ما في لا لقطه ولا مشهد ولا يعني اهتمام ولا مسؤوليه من المتسابقين. نشوف البرايم، هل البرنامج يفتقد يا علي الدروبات اللي يتكلم عنها ابو حزام اللي تسبب، خلينا نقول ما قلت تسبب مشاكل، تسبب احداث واقعيه بين المتسابقين كلها فقرات رتيبه عاديه؟ يا سلام عليك، لا نزعم بعض، هي فقرات رتيبه وتجمعت على ان الشباب ما هم متقبلين فكره انه في فقرات تنوعها، بلس لا نزعم بعض في عدد كبير منهم يمكن حدود 8 اعمارهم كبيره، ترى كبر العمر ما يصير فيه مرونه في التعامل، واحد يصير قاسي صلب يعني القط والعود ما يتربى. ما ادري انا اتكلم عن المرونه، ما اتكلم عن القط، انا ما قد ربيت قطاوه. طيب انا اتكلم عن المرونه تمام، ركز معي ثواني الان. لما تجيب لاعب من الناشئين او المواهب وادخل النادي، المرونه عنده واللياقه مرتفع، لكن لما يوصل 30 31 34 خلاص مرونه، مو مرونه واحد عمره 23 سنه كمتسابق. فطبيعي انك يا علي وانت متسابق دخل فهد متسابق وانتم باعمار كبيره، اديته اداء خيالي يا اخي في برامج قصيره رمضانيه. أوكي. مش عذر يا علي. اي بس الواحد لما يكون داخل بحماس ابى اجدد نفسيتي انه برجع متسابق زمان بعيد. طيب التجربه من جديد سنو. لكن بعض المتسابقين هي جايين بعيش التجربه، ان عشتها كويس ولا بطلع. انا عندي سبب، في جزء كبير من كبار في السن ما هم جالسين يعيشون مرونه عاليه، يعني انا بالنسبه لي ارى انه افتقدنا الشباب الصغار اللي ممكن يعطي فرحه للفكره والهديه والجائزه. تركي السبيعي، تركي ما في الا 5 صغار والله يا علي. والله يا تركي الوحيد اللي شغال، حتى صغار السن الباقي مع احترامي الشديد لهم راقدين. ها مو مو متصنعين يعني. انا كنت اسولف مع نايف، قابلت اليوم وانا قلت هالنايف اليوم، قلت نايف انا احتاج شخصيه نايف الحقيقيه يطلع على الشاشه يمثل. نايف ثامر يطلع على الشاشه يمثل واضح. هذا هو نايف ثامر. ناصر البريك يمثل، سعود علوش مو قادر يلقى فرصته ما تكلم، فايز ما تكلم ما لقى فرصته، يعني صغار السن يعني في عدد كبير لكن مبشومين مبشومين مو قادرين، مبشومين من الكبار. يا رب احنا ليش نكذب يا متسابقين، احنا لسنتكم انتم مبشومين من الكبار، وبالتحديد من اثنين، بالتحديد من اثنين باشمين النسخه. يا اخي يطلع ابراهيم يفكونا يا اخي، خلوا العالم تنفس، خلوها يعني تلعب نايف وتعيش وقعة. نايف ثامر ونصب ريك برجع لهم، بس تركي السبيعي ارى انه الوحيد اللي الوحيد. والله يعني حتى رده فعله لما اخذ الجوكر يا اخي ردة فعله حلوه يا اخي، فقدنا الردات الفعل الحلوه يا اخي، الواحد يتحمس انه اخذ الشيء يفرح، مو بدا اخذ الشيء قال الله يجعل اكسر اصبعك الكسر ان شاء الله يا رب، افرح يا اخي ونسنا يا اخي ابسطنا جمهور. يا اخي اليوم ابراهيم سحالي اول مره اشوفه كذا قال والله اني صدمت من رده فعل، يقول ليتكم والله حيين كان ممكن شعلنا المكان، ضيف يقول للمتسابقين
يقولون انكم حركين زياده كان قمنا عرضنا معكم يفشلون المتسابقين والله لا لا هم ميتين تلقى انه من كثر الفقرات الجماعه يتابعونا بعلمك شغله الربع هذه فلسفه عند المتسابقين فلسفه عند المتسابقين ممكن الناس تتابعك بلس حاله ثانيه هو ما توصل متسابق يطلع من الفقره الاولى الفقره الثانيه لا قد ارهق مرهق تماما الحاله الثالثه ما في احد يرد الصوت ما في احد يحل المشكله علي اعطيك معلومه كبار السن اليوم للاسف في مشكله حتى ترى احيانا من الاعداد ومن المقدمين وشي مقدم يدخل يصير ضيف في كرسي اعتراف مع متسابقين متى صارت رعد متى صارت يعني صدق يعني معليش في فوضى كبيره قاعده تصير في البرنامج كذلك الاعداد قاعد يطلع في الصوره بشكل كبير جدا يعني انا ما ادري من المتسابق في صوره اعطونا اياها صوره رقم 6 شوف جايين فريق الاعداد كامل صافين مسوين لهم عشاء ما ادري من معشي مين ما ادري عطني الصوره بالله يا شباب رقم 6 شوف تفضل حقه العشاء فريق اعداد كامل مقدمين ما لهم دخل هذه فقره جايينهم ضيوف وعبد الله زين فقره سهره كاريزما طالع لي فريق الاعداد مع عبد الله الراجح ليه ما ادري يقول معشيهم ناحي ما ادري مين معشمين ايش دخلنا في هذا ايش دخل هذا الموضوع بالله من اللي طالع على الهواء عبد الله ونواف فريق الاعداد ورعد الله يكثر خيرك يا منى وعبد الله الراجح تمام الله يكثر المشكله كبيرهم معهم شوف المدير انا 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 عملت برامج واقع من زمان تمام مهما عزم متسابق الله يكثر خيرك وجوده عليك ويرحم والديك ما يطلع في ممنوع ظهور معد او مقدم على الهواء معروفة في عشاء ممنوع انسى هذا انسى والله لا يطلع الا في فقرته اما سات كل من هب ودب عزم ودخل على عيني وراسي الله يكرم كثر خيرك بس انا في شاشه هذه صارت استراحة يعني استراحة كاريزما وليس برنامج كاريزما والله العظيم استراحة كل من جاء دخل مع الباب كل يوم صور سنابات وادخل واطلع وروح وتعال الأشياء اللي تعلمناها أن الهواء له حرم له حرمة متى ما انتهكت حرمة الهواء صار الظهور عادي ترى المشاهد يشوف أن هذا داخل هذا طالع هذا يسبح له هنا ما يحترم الشاشة صدقني والله ما يحترمها لما الجمهور يقول والله أتشفق لرؤية سالم إيه؟ في الرادار لكن سالم الله موجود مع رعد ويتعشى وموجود مع أبو عبد الله وموجود في سناب لا وموجود في القناة بكثرة على الهواء لكن لما في الرادار يطلع بس يوقف أنا هنا بنتظر سالم أنا أبغى أشوف رأيه وردة فعله في الحدث الفلاني لكن والله جالس مع حتى فلان حتى آراءه إيه وجالس مع وترى حتى آراءه ما يكتبها في تويتر إيه صح أراء ما يكتب في تويتر صح هو بسم الله عليه ما يجي إلا مع الضحوية 10 الصبح يتصلى الضحى يلا خذنا بنجي قهوة يلا اشتغل سوى تحديد كل إلين يكبس على الساعة 2 الظهر إذا تغدى داك معلبة المغرب حذه طيب معنا سيف الكمش الروم سيف الجنيبي حياك الله سيف يلا حيا يا مرحبا ومسهلا يا مرحبا فيك يا هلا يا سيف حياك الله نعتذر طلبناك ثم طفى الكهرب ورجعنا مرة غلاحتك سيف الجنيبي شاعر نعم طيب سيف مقدم على أنه شاعر في مقطع بشوف أنا وياك سيف ونرجع خلونا نشوف مقطع 11 يا شباب الله يا وقت مضى وأيام راحت وين وأيام راحت وين أيام عهد الوفاء ويقال يا عونة ويقال يا عونة يا أبو مانع ما قنص طيرك الشاهين ولا قنص طيركم ولا بعدكم تربونا يا سيف هذه الأبيات لك لا والله بلي هجر كيف تعدها وانت شاعر هذه قصيدة والله ما أعرف من غير تذكر من أبيات طيب ليش ما ذكرت أبيات مين شاعر أبيات من إيه ليش ما ذكرت أبيات ليه أنا أقصد الأبيات ليش ما ذكرت من هيلة؟ ما أعرف فيلمة هل هي موزونة طيب؟ لا طيب كيف تذكرها هي ما موزونة؟ والله عديتها بس كذي من باب فضاوة يعني أنا أول مرة أشوف شاعر وأنا ودي أسأل فيصل يعني صدق يا جماعة شاعر وتعرف أنها مش موزونة وهذا اعتراف حلو لأن أذكر في واحد الله يذكره بالخير ما إلى الآن له 4 سنين ما جاب قصيدة موزونة ولا زال يهبد بالشعر وأتمنى أن يعتزل محتاجين سجان ذا اليومين إن شاء الله يا رب نتفاوض مع ابو عبد الاله يدخل السجان طيب انت تعلم ان الشطر الاول على بحر الشطر الثاني على بحر هذه الشطر الثالث اللي هو الاول من البيت الثاني على بحر الشطر مكسور مو مكسور ما انت جنبه هذه احنا جالسين نسولف سوالف عاديه ايوه طيب اوكي وهذه قصيده من كلمات ما احد من غنها ما احد بس اني ما ذكرها
وسوي عليه ابو مانع، اقول له يا ابو مانع ما قنص طيرك الشاهين ولا قنص طيركم ولا بعدكم تلبونه. يا سيف سيف معليش ارحب تسلم معليش يا سعود لو سمحت بس معليش يا وقت ان معليش 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 يا سيف سيف مختلفه سيف هلا فيك. القصيده مبلك؟ لا لا هذا أسوأ انك تنقل لك قصيد مكسر. يمكن هو كاسر يمكن هين ما ذا كلام هو الكاسر. القصيد موزون، القصيد موزون لان مغني يقول فنان فهو موزون. يعني انت اللي كسرته يا اخي. سعد بن جدان الله يرحمه كان جالس له في مجلس ها، وقام واحد يهل له قصيده مضبوط، وقام يعفجها ويكسرها ويلعب فيها وما يدري سعد بن جدان. قالوا من هذي؟ قال سعد بن جدان. قام سعد بن جدران وطلع من مخبه ألف قال يا لحت الغانم هذه ألف وأنا طالبك طلبة ما عاد تعد قصيدة لسعد بن جدران لأنه أعطب سعد بن جدران الله يرحمه يعني من نقلة. أنا ما عندي مشكلة في أني ينقل مثلا واحد ممثل يعني مثل محمد مسفر ممثل واحد مقدم ما يعرف القصيد، لكن شاعر ينقل له قصيدة ويكسرها هنا أنا كمتلقي أقول ما أنت بشاعر يا سيف ولا الشعر بحولك. إذا لسانك قدر أن ينقل قصيدة مكسورة ما أنت بشاعر. أنت داخل كشاعر يا سيف؟ نعم والله الشعر مو بحولك صدق والله. هذه وجهة نظرك يا أبو وجهة نظرك أنت مكسر الآن. حتى اللي ما يعرف شعر وقصيد يدنا اللي جاي تسوي اليوم الظهر أو العصر هب. علي يكتشف أنها مكسورة عشان تضحك. المحور هذا جابه أنا والله اللي جابه أنا. أنا ماني بشاعر أنا لست بشاعر. هو كسر حتى الجملة. أنا لست بشاعر أسمعها على الهوى يا أخوان والله. أول بيت أسمع البيت سمعتها يا اخوان. يا اخي اذني اذني هذا مو بشعر. اول بيت صح ان من كلمات عد من كلمات من من كلمات ما حد يغنيها. والثاني بس انت كسرتها. اما انت كسرت الاول. لا بالاول الا الله يا وقت ام انت قلت الله يا وقت مضى وايام راحت وين ايام مرت وين عهد. دقيقه وايام مرت وين راحت وين كسرت البيت عادي. صار بحر مختلف مرت وراحت. لا صار بحر مختلف زاد حروف يا حبيبي. راحت الف مد وضع يا علي. انت علي عبد الله ابو عبد الله انت تتكلم شاعر انت انسان ناقد. وايام مرت ما عندك خبره بنفسيني بالشعر. عندي خبره في البحور اعرف ان البحر. انت عندك خبره في الديكورات في النقد. دقيقة. اما في الشعر ما عندك خبره. انا عندي خبره تمام اكثر منك الان لانك يا سيف جايب العيد صراحه. لا لا والله اذا اذا اذا, إذا, إذا انت العيد. عندك خبره اكثر منه وكاسر قصيده وانت قايله وانت شاعر المصيبه. اوكي اوكي البيت الاول البيت الاول ما عندي مشكله. احنا بنتنازل وبنسلمك اعظم شاعر في الواقع. تفضل وحزام. تعال يا سيف مؤلف دواوين. تفضل سيف لا تكابر يا سيف. اللي عديت والله ما كابر اللي عديت يا سيف. هذه نسميها سوالف ربع على جلضوهم مو بقصيد. اوكي اوكي هذه سوالف. شوف شوف انت تقول لك شاعر المفروض انك تحرز يا اخي. ما عنده رد يضحك والله ما عنده. هذا شاعر. انت تدري انت تدري مكسور يمكن ما يدري بعد انه ايش. انت تدري انه مكسور. اني اعرف الشطه البيت الثاني إيه؟ سوالف ريلتي. طيب يلا البيت ما له دخل في قصيدة. البيت الاول يلا عطني ما له دخل في قصيدة. عطني البيت الاول. طيب البيت الاول إيه تقول انه موزون ولا مكسور؟ البيت الاول اي مكسور ولا موزون؟ يلا عطني اذكرني فيه اصلا. والله يا وقت مضى انا اعطيك اياه. والله يا وقت مضى وايام مرت وين. لا راحت لا تعال 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 تعال. انا ديكورات اصلح ديكورات واصلح بيوت. عادي عادي اصلح ديكورات واصلح بيوت واعدل شعراء واضبطهم. اما انا اضبط كلش. تعال اطلع قول ماني بشاعر. دقيقه والله ماني بشاعر. دقيقه قول ماني بشاعر اترك. لا ان شاء الله اني عجبتك اليوم في تعديل الابيات ووزنها. انا عندي مشكله سؤال سؤال. اذا يقول بيت الاول ما له دخل بالثاني طب ليش يقولوا ورا بعض؟ انا ادري اقول لك مدرسه كجلمود صخر حطه السيد من علي. اقول لك مضبوط صح ولا لا؟ يقول مضبوط ما له دخل يقول موزونه يمشي علينا. سعود العتيبي هذه من كلمات محمد بن راشد المكتوم ما تقيم يعني. احنا ما قيمنا الابيات. انت اللي اعدمت ابياته. انت اللي اعدمتها. هذه بيت هذه اسمع دقيقه علي. انا عجبني هذا التصعيد. المشكله عندك مو في القصيده. انت لو قايله زين كان القصيده تزبطت. انت ما زبطت صحيح. انت اعدمت
انت الله يجزاك. انا اتكلم عن البيت الاول فقط لا غير. البيت الثاني مجرد سؤال هو يا حبيبي من اعدم ابي. انا قبل شوي قلت لك عد القصيده ومن صاحبها تمام. انا انا احفظ من البيت الاول. دقيقه يغنيها ميحد. طيب بس غناها ميحد زين. بس انت كسرت البيت الاول وعدلناه. احنا ما عندنا مشكله في في الابيات وصح الله لسان الشاعر. أيوه. افضل القصائد. المشكله فيك انت في النقل الملقي في الناقل. الناقل يعني المشكله ان الناقل الأول جاب حادث فقط لا غير. اما البيت الثاني اكلم ابو مانع. ابو مانع فايز الشهراني فقط. اقول له يا ابو مانع حتى سولف سولف. انت كسرت لكن انتم ما حصلتوا شيء محور على سيف وجبتوني عليها لانك شاعر. المفروض الشاعر ما يجيب ابيات الا عندك سالفه. ايوه اطلع منها قول ماني بشاعر واخلص. لا والله الشاعر لا شاعر ما تقيمني انت يا سالم بن حزم. عطنا يلا عطنا اعطيك هي قيمك انا الحين. عطنا بغيت قصيد. عطنا اي قصيد يلا. قال لك لا تكره الناس لو يخطون في حقك. اي مسحوب حلو. هذا والزله اللي تجي لك صد وانساها. اول ما يبدا يتعلم عليه حلو. والزله اللي تجي لك صد وانساها. طيب ولا تذكر انك عطيت الناس من حقك. سو الجميله لوجه الله وتلقاه. الله بس طيب جيد صح. انا بسال في لويه الكلمه الثانيه في سيف. قبل كم يوم يمكن قبل اسبوع تقريبا كان في جلسه بينك وبين فيصل الدباليل. أيوة. وكان فيصل يوجهك يعطيك طريقه لكتابه بيتين شعر. الله ايه هل كتبتها؟ آه. نعم فيصل يوجهني وتشرف. انا ما عندي مشكله في التوجيه يا دقيقه يا سيف. لا تعتقد اني اسقط ابدا لا. لاني انا الان قال سالم يقول انه انا بختبر. قلت انا اذكر ذيك اليوم ذكرت الموقف. انه فيصل كان يعطيك طريقه كتابه بيتين طلبها منك. أيوة. فانا ابغاها على الهواء الان يلا. قال لك ما دام جمهوري له المجد مدهال الله ومعروف بافعالي ومعروف باسمي والله لو اردها مواريد الابطال واخذ من اصناف الملذات قسمي. هذا الكلام يا سلام. طيب هذا طيب. نقول شعر حنا اي بس طلب منك السعوديه وعمان ليش ما ذكرتها؟ ذكرت السعوديه وعمان عادي في ثلاث ابيات. عطناها طيب بشرت والله هني عندي لكن محفوظ. تطلع جوالك؟ لا والله. يسوونها قسم بالله يسوونها. كل يمثل في مواقيفها بلاد الله ويمثل عمان العظيمه ولدها. حلو. وانا على كسب النواميس معتاد ومواقفي بالدار ما حد جحدها والله لنو مسكم اذا لبنا لاد وكلني جمل دولته لو وعدها. الله 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 صح لسانك يا سيف. زدت احنا نعد الحق يا سيف. صح بدنك نعم. لذلك انتبه يا سيف انت وزملائك سواء شاعر لا تنقل الا شيء متاكد منه. اول شيء تخطي على الشاعر لانك رويت كسرت ابياته وعجنتها. الشيء الثاني تشككنا فيك. احنا نشك فيه نقول الولد مو بشاعر. والله انت شكيت. والله العظيم علي اللي قال في الضوء قال الربع افزعوا. والله شوف الرجال مو بشاعر. بعدين انا كيف انقل قصيد في نسخه فيها فيصل الدبالي؟ انا ادري فيصل يعني ما شاء الله اكبر رجل يحفظ الشعر والقصيد وينقله نقل جميل جدا. انقل شعر وفيصل الدبالي موجود المفروض اني اقول قصيده واسكت. ويلا انت ويلا حملت شيء. هذه منصه يا قبل شوي نتكلم عن استغلال الفرص بدايه بها الحلقه يا سيف. أيوة. انه كيف تستغل هذه المنصه اللي تقول منقولك شعرك انت مش منقولك. حتى المنقول انت كسرته. لو الناس الان او جمهورك تمام بعضهم ما يعرف الشعر فبيقص البيتين ذي وينشرها فتنتشر ابيات مكسوره لك وصممها او لشاعرها ويزعل صاحبها ويزعل. لا لا شوف شاعرها يعرف انها بيت الثاني ما له دخل. لا اتكلم انت كسرت البيت الاول. البيت الاول ما كسرته. عيد المقطع انت حطيت إيه حطيت على بحر مختلف اقصد. لا 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 الا ساعتين راحت وين؟ اسمع لي الشخص اللي جاب لك هذه معلومه. طيب نفس البحر انا بسالك على نفس البحر. نعم. الله انت كنت تقول يا الله يا وقت مضى وايام راحت وين تصلح عاد اعطيك انا سالم حزام. بس يصير ايام عهد الوفا ويقول يا عونه هذا بحر هذا بحر. ايام عهد الوفا ويقال يا عونه اي هذا بحر هذا بحر. لا لا اذا كانت راحت هذا نفس البحر. ارجع اسال فيصل معك المرجع سالم حزام سالم. لا اقول ارجع الفيصل. انا سالم عندي وانا والله فيصل مرجع وكلنا نرجع. يلا اسال فيصل والله يوفقك. انتبه يا شيف انت ترى كل شيء مسجل لك. هذه مثل ما قال سعود والله فعلا ترى خطيره. يطلعونها تصميم ويقولون شاعر سيف الجنيبي وانت قايل ممكن ما اهتميت ذبيت لك اي بيتين والناس تاخذ فكره خطا. والله ترى صدق انتبه يا ابوي. اشكرك جزاك الله خير وكثر ظهورك يا سيف تحتاج انك تظهر يعني ان شاء الله. في اختفاء كبير السيل الا من كبره. اخاف يلحق سيل عبد الله شو اسمه مبطى السيل الا من كبره. ريان ابو حذره اللي قال لا لا ان شاء الله انه مبطى غير من كبره. الله يوفقنا وياك ان شاء الله. موفق يا رب. شكرا لك.
كنا في طار الشعراء سالم، خلنا نجي في طار المنشدين، أين هم منشدين النسخة؟ لا يوجد أي عمل دشن إلى الآن يا علي وسالم. تدري أنه اليوم شغلين شيلة سيف الزعبي في البزنس تو. يا أطالع كذا اللي حمر ورد إيه اللي حمر كانت نسخة غنية بالمنشدين، لا إله إلا الله، وين كنك داخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل واحد يعطيك من معزوفته، فيصل بن طراف جهة، سيف الزعبي في جهة، ذكرنا مع منشدين ثانيين، أحمد الشمري برضو في جهة، كلهم منشدين. هنا للأسف والله العظيم نطالع اليوم النسخة هذه، وين منشدينها؟ أبغى واحد يشل لي عمل جميل جدا يطلب الجمهور، ما فيه. هذا أول شيء. ثاني شيء، مو بس المنشدين، المنشدين ترى مو ماخذ الأمر بجدية، مع عتاب بسيط لي برضو كذلك بعض الشعراء، الشعراء حاطين لهم سيات ما يقولون على ما أنا أشوف البث ما أشوف إلا قصيدة، وين ما في نقاشات الشعرية. الفيصلي ما أخذ راحته، محمد الدوسري ما شفناه، محمد الدوسري شفناه في الصياح بس، الكوفي شروم جاء طق لك 100 بيت. محمد له 6 أيام غايب، يمكن بنسبة 70% على البث، يعني محمد بنسبة 70% يعني يطلع بعد الساعة واحدة ثنتين إلى 6 الصباح، واغلبها ممكن ما يكون بث عليك. طيب احنا لما نقول بعض الحين الفقرات لما تحضرها صح، ان بعض الحين الفقرات هديك عليه، بس لما اشارك في الفقره الاولى قصيده، والفقره الثانيه بقصيده اخرى، والفقره الثالثه بمشاركه ثالثه، يكون لك رصيد موجود اعرف فيه محمد، واعرف الحوار والنقاش يدور فيه مع بعض المقدمين او بعض الضيوف، لكن غايب تماما قرابه 6 ايام. طب انا كيف اعرفك؟ اليوم في المطبخ كان متجلي صراحه، ترى المطبخ اليوم بعد غياب يعني لا خذ حق من مطابخ كذا مره يعني، لكن فعلا انا بدات القناعه تترسخ عندي انك لازم تقبل في اي نسخه اقل شيء 6-7 منشدين. النسخه هذه لا يوجد فيها منشد، بتجي تطير في حلقه تقول شنار فقط منكوس يعني، وانت ماسك لك خط وموترك ما فيه مكيف، وتفتح الدرايش وتخلي جنبك يلاحيك وتلاحيه، غير ذلك ما يقدر يؤدي عمل شنار، له فن خاص له ترى على فكرة. فإذا بشنار ما أعتبر منشد، ما في منشد في النسخة، القناعة أنك كل نسخة لازم تقبل أقل شيء 7-8 منشدين يحيونها. الشعر فعلا لازم تحط لهم سيا وتجهزها وتحط بوستر، لا لا أنا أقول لك هم فاهمين كذا، أنا ضد هم فاهمين كذا، أنا ضدها والله. يعني ما أقدر أقول له بيتين كذا وهو مرتاح وجالس مع واحد يزور معه، لازم تهيئه. إلا يجيك فيصل الدبالين، وفيصل الدبالين ما شفناه إلا مع فيصل بهدلان، اقسم بالله فيصل بهدلان امس ما اعطى اخويا فرصه، اروع الفقرات اللي شفتها، يا اما فيصل الدبالي رفعها، يا اما ان فيصل بن هدلان يعني بدا يرجع التواصل. خيار الاول توقعت تذهب الى الخيار الاول. والغريب ان فيصل الدبالي ما طلع ضيف، قل يوزل الفقره. فيصل الدبالي غايب، والسبب اتوقع زملائه. فيصل حامد كبده وندبلت كبده وخلاص، تعب يصلح بين ذا وذا، وتعب بين يهدي بين ذا وذا، تعب يقول يا فلان افهم فلان، تعب رجل، تعب وصل مرحله يعني. اذكر يوم من الايام دخلت كذا غرف المتسابقين لقيته يهوجس امس في السناب، والله انه جالس يسوي كذا يهوجس، مو دس مو يم البرنامج، دريت انه تعبان، وسناب سمره امس قبل امس طلع فيه يقول انا تعبان، وما لومه، ما فعليا ما لومه. متسابقين فيصل صارت مشكله، فيصل صارت مدري شو، فيصل ما في احد يعني عاقل في البرنامج يوزن الامور بشكل صحيح الا فيصل، يعني كلكم لا توزن الامور بشكل صحيح، هذه مصيبه. اذا هذه ما بنسخه متكامله صراحه، يعني هو قعيد البيت، يعني هو القعود اللي يشدون عليه ويرغي، انا ما اعرف، انا ما فهمته بعد، ما فهمته يعني كل شيء عليه يعني الاخ الوسطاني، هي حاجه كويسه ولا لا علي؟ هي حاجه كويسه ولا لا؟ والله علي كنت بعين اليوم يوم سمع البيتين، والله شاعر مو بساهل خطير، رغم انه ممثل. لذلك انا اشكر عبد الله العتيبي ومحمد مسفر على طاري التمثيل، والله يا محمد بن مسفر وعبد الله العتيبي لو اعطوا ابو سن، لو اعطوا مجال مسرحيات وركز فيها عبد الله الاعداد، قسما عبد الله طلع قبل امس كاركتر عراقي صادق يقطع ابليس يا عبد الله، قسما عبد الله ومحمد مسر اليوم يا اخي في مضغوط بيتنا يوم دخل رجل آلي، محمد مسر هذا اتوقع انه ما في مخ جوا، في كذا مشاهد تمثيليه، رجل يفكر، رجل يبتكر، رجل يفكر في كاركتر جديد ما شاء الله، يطلع يروح ويجي، ممكن ساعدوه زملاء، بس الرجل قابل ومقبول عند زملاء، ايوه مقبول عند زملاء انه يؤدي ويروح ويجي. الرجل هذا ثروة للبرنامج، إذا ما طلع أقل شيء ب20 مسرحية هو عبد الله العتيبي، والله إنهم غلطانين. بس في مشكلة يا علي،
انه محمد رابط نفسه بس بالظهور مع في المشاهد فقط ويختفي، لانه محمد معزز هو مع شنار، مع شنار وسيف بس، هو صوت الضحكه اللي يجيك مع مستر بن، فهمت؟ اللي يضحك مع مستر بن اللي ذب ذبه بس، هو الضحك الصدى. قبل 20 يوم نبهناه واحنا في المجلس، يا محمد يا محمد انطلق، يا محمد 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 في المسرح فنان لا يشق له غبار، هو عبد الله العتيبي. لكن محمد ان جن للرياليتي واقع، يعني او الواقع يمكن يعطي 30% 30% 50%. بالرغم اقسم بالله يا مشاهد التمثيليه، ركز انت عبد الله، كل اسبوع كل اسبوعين ابي مسرحيه واحده، مشهد ابو ربع يا ساعه يا المسرح اللي في الحديقه حلو، مسرح الحديقه حلو يا او المسرح هذا او هذا، اي اللي تبي اللي تبي كل القريب. طيب ولا ما حضر، ما حضر زملائهم؟ لا يحضرون، خلي الجمهور، خلي الجمهور يضحك، خلي الجمهور ينبسط. اذا هم مقدرين ولا بحضرين؟ لا مو بحضرين، لا يحضرون، ما بيعمل. هم حضروا فقرات رسميه زي الكوتش وغيره بيحضرون لاخوياهم. الكوتش الغوها الربع ثمانيه اليوم، شكله مو بزين مره مره. ردات فعل الشباب مع الكوتش يعني، وسالم بما ان المحور عندك، ردات فعل المتسابقين مع الكوتش انا ارى ان فيها مبالغه. حتى هو اليوم يعني انفجر الرجل، يعني الرجل في مقطع رقم أربعة، خلنا نشوف مقطع أربعة ونرجع نتكلم. لا أول شيء أعطوه ثلاثة، نشوف ثلاثة بعدين نروح للأربعة مع الكوتش طارق وفقرة أعطونا إياها. 30 دقيقة تفضل لو سمحت، تفضل لو سمحت، تفضل ما عليه، لا نقعد نضيع وقت، خلاص الشباب بدوا، تفضل. ها؟ طيب ما عليه، تفضل تفضل، ما عليه سعود، معليش. سلام شباب، لا تضيعون على زملائكم، لا تضيعون. سلام ورحمه الله. اي ما سمعت، اي ما راح تموت بس بينخصم عليك، ما عليه، وبيتدبل عليك الخصم انت تحديدا وياك. اخصموا لي على سعود عدم حضور فقره اليوم ودبلوا لي الخصم حقه. ان شاء الله سعود ما مات. الله تبرير، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك. اغرب تبرير سمعته يعني، اغرب في حياتي صدق. يعني سعود عنده مشكله في، لابد ان نشوف احد. انا صرت مثل الان يقول بيضحك سلطان يا صدق، الرجل عنده مشكله، لابد ان نسوي دوره في كيف كيفيه الردود، كيف تتعذر ايضا، كيف تتعذر. يعني يجي الرجال يقول انت بدي، يقول ما راح اموت اذا ما حضرت الفقره، كنت طايش. وش اللي كنت طايش والحين ما راح اموت؟ يعني كبرت ما يمديها اسبوع يا اخي. الكوتش الكوتش والله زي رد الآي، فهمت؟ اقرب كلمه يرسلك فهمت بسرعه، فهمت؟ اللي تكتب في الكيبورد الايفون السلام الاسلاك، فهمت؟ يطلع لك كل شيء يا رد الآلي بسرعه. الكوتش الكوتش واضح انه مضغوط جدا جدا من الشباب، وواضح انه شاف ان فقرته بدات يعني تخرج عن المسار، وان بدا الفشل يلوح امام هذه الفقره. الفقره جات بارث قوي صراحه، من كاريزما واحد اللي الشباب يحترقون. تذكر يوم يجي عمر هذال حبيبي فهد، فهد بقوم بغى يجي رباط صليبي يوم يجي جسمه، يوم يجي عمر هذال بورقه فاضيه حقت العذار، تذكرها انت؟ ما انت ما إيه اذكرها جميل. انت كانك تبي تدور اعذار لهم انهم يخالفون. لا يا اخي اقول يحترقون، فهذا يحترقون عليها، ما انسى من قوه حماس بغى يدير رباط صليب، بغى يكسر ركبه. اي والله ما انسى، يحترقون عشان يحضرون في جنتل. رغم ان جنتل يعني الشباب كنا عادرينهم، لكن اقسم بالله اذكر واحد غامدي يعني شوي وتهاوش معه عشان ما دخل الفقره، صح؟ ما مستميت على الفقره. الشباب هنا ماني ميت، جائزه مليون، ماني يلا مليون دخلوني معهم، اقسم بالله لادربكم رياليتي، لعلمكم واقعيه، لادبكم في حضور الفقرات يا اخي. وانا بهذا العمر يا اخي وش ذا الكلام الربع؟ ثمانيه بتطقم يا ابو حزام؟ اطقم. ايش تلبس؟ برتقال مخطط ذاك خطين خطين القلاب سروال اخضر. المشكله يا عشان اعلم شغله، ايش دقيقه الجاكيت ابيض، هذه والله ما فكرت فيها ما طرتني. لا ركز، الفانيله داخل السروال مع كوره يا اخي. سلطان على بريك طقم ما طقم الله حقك. ابرجع كلمه، الشاب يعتقد ان الكوتش اللي جاي هنا يطقطق عليه،
ترى معليش المدربين تبع الانديه ترى حازم بالنادي هو اي حازم لما يجي يدربك حبيبي انا معك تايم اديك الساعه 4 4 تدرب عندي ترى مدرب كبير من اكبر المدربين في الرياض والله من اكبر المدربين وانا جاي النادي حقه مدرب كبير معروف 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 طارق الحمد معروف معروف مساله انك تقعد تتمهزه فيه معليش كل المدربين انت تروح تشترك في نادي وتجي تستابع مدرب خنك عند الاجهزه استهبل علي انا وراي وقت وراي تام عندي مشتركين تقعد تطقطق علي هنا والله انا بفلوس سهريه والله بفلوس يجي يدرب الان وكو بلاش يعني حتى فلاح اكثر واحد استفاد هو الوحيد اللي بدا ينحف فلاح صدق والله ارجع اول برنامج اول برنامج ما شاء الله قلت له بيطق وجهه من النعمه الحين مساكين ذبل من قبل النعمه فايدة. كويس بس يا شباب عيب اللي يصير يعني حتى الرد والله ما احنا ميتين يوه يرد ما انا ميت الخصوم لا مهم لا ما راح اموت اذا ما جيت فقرتك يعني ما حد ميت عليك والله الرد اني اجيب حرقان ورب لا بس رد والله الجمل الكوتش لا شوف الكوتش الكوتش والله انا جات في خاطر عصب منها الكوتش لو شايف وجهه كيف تغير شو اسمه يتقلب الكوتش كيف تغير على ما قال الكوتش كيف تغير وجهه والله تغير والله تلون وجهه لانه زعلان قال انا اعطيتكم يشوف لانه صار اشتحن اشتحن لا لا علي صار فيه اوفر من الشباب يعني يا مزح زايد يا طقطق يا ناس يجون تسحبون استهبال والرجل قال انا اعطيتكم فتره او مجال للمزح انا ما ابغى الفقره الرسميه بس انتم ما تنعطون وجه بالعربي قال اليوم قال انتم ما تنعطون وجه معنا ابراهيم عواد في الكونفشن روم طالب مداخله حياك الله ابراهيم وشغل المايك في البدايه شغل المايك ابراهيم يلا بسريع الان والله مشخص بسم الله حياك الله ابراهيم الله يبقيك ابو عبد الله يلا حيه يا هلا وسهلا مجال لك ابراهيم للحديث بما تريد اول حاجه ابو عبد الله مساك الله بالخير والربع المجيد الله يحييك يا هلا وسهلا صوت واضح اي واضح تفضل واضح الان واضح بيض الله وجهك شو اللي السبحه يا شيخ ما نسمع ها ابشر على خشمي ابو حزام يلا تفضل ابراهيم استعد لي ابشر بدون مقدمات ابراهيم ادخل في الموضوع على طول بالله ما في موضوع ابو عبد الله ما عندك شيء ما في الموضوع اللي انت تقول لي بستدعيك بكفش الروم انا حبيت اوضح رساله للجمهور سابقه على موضوع النقد واني انا ما طلعت الامانه يعني الفترات الماضيه الاخيره بسبب اعمال قاعدين نشتغل عليها انا واخواني متسابقين دقيقه انت جيتني قلت خلنا نكون صريحين. هي تكلم عادي خذه. قلت أنا معترض على تقديمي في الراجح. أنت كنت بتكلم الموضوع لا قلت أنا ما لنا علاقة في موضوع جمهورك عشان. لا. أنا عندي كلمة واحدة ما عندي ثنتين يا. طيب. وأنا عندي كلمة واحدة أبو عبد الله. أنا قاعد أغسل طيب بالمغسلة. طيب دقيقة. قلت أنت جبتني. عندي اعتراض. طيب أصبر يا ابن الحلال. قلت أنا عندي اعتراض على تقديمي مع الأستاذ عبد الله ما أعطاني فرصة ما أدري إيش قلت تفضل تعال تفضل وتكلم. عطنا موضوعك إيش موضوعك مع التقديم اليوم بس. طيب. انا كنت بالمغسله قاعد اغسل وقاعد اتسوى يا عبد الله يا ابراهيم لا تعيد الموضوع انت تغسل انت عطني الان عندك مشكله في تقديمك اليوم ولا لا الفقره انا سويت المحاور وسويت يدخل في الموضوع خلاص طيب وسويت المقدمه وكلمني فيها استاذ عبد الله الامسيه الماضيه على اني بيجونها ضيوف من ضمنهم فهد مطر والضيف الثاني والله ما ادري من الشاهد الموضوع قال تقدمها قلت ابشر على خشمي يا ابو طلال يقصد اليوم ولا الامسيه السابقه لا اللي هو اليوم اليوم تمام تمام تكنسلت الفقره كامله جو ضيوفنا اليوم الله يحييهم اللي هو الشاعر محمد غازي محمد التوم وابراهيم سحاري وابراهيم سحاري سويت المقدمه جيت جهزتها اعطيتها ابو طلال على اني انا المقدم جاء ابو طلال قال عطني اياها اخذها قلت تبي تقدمها قال انا بقدمها قلت ابشر على خشمي اللي هو المقدمه حقتك انت اي اي طيب. كل حتى المحاور انا اللي مسويها بغرفه الاعداد هو طلع قال انك انت بتقدم الفقره تمام أيوة. وانك انت ستكون المقدم الرئيسي لها صحيح نعم وهو بيكون ولما جاء الهواء طلب الاوراق منك قبل الهواء خلصت كل شيء انت اللي عديت المحاور كلها نعم انا اللي عديت المحاور وانا سويت المقدمه وانا سويت الختاميه طيب اخذت الاوراق منه اخذ الاوراق منك اخذ الاوراق مني وهو اللي قدمها قال قلت ابد ابو طلال انت اخونا الكبير تامر وتنه قلت حاضر على خشمي جيت وجلست ما في من الشيطان طاري طيب واعطاك مقدمه ابو 10 ثواني ذيك اللي كنت انت مرتبك فيها اصلا صح لا والله ماني مرتبك قدمت قبلها اللهم لك الحمد بس حنا اتكلم عن اليوم اليوم انت إيه إيه؟ كنت شوي مرتبك انا اتكلم عن اليوم لانه لا يبدو انك واضح انك انت منت على طبيعتك واضح على الشاشه الموقف للامانه يعني مقدمين فهذا اللي حصل طيب ولا انا على قولته مداخله ما طلبت مداخله بس انا حبيت اني اوضح رسالتي للجمهور ولكم انتم طيب على ما قلت فقط العافيه
يا إبراهيم، خلنا نتناقش مع الشباب الآن حول هذا الموضوع. الآن قدامكم يا شباب، يعني شر البلية ما يضحك صراحة. يعني يا عبد الله اليوم جاء كان أنا أبنائي وأنا أقدمهم وأنا أخلي أبنائي يقدمون الفقرة وأنا الأب الحنون للمتسابقين. طيب عبد الله ما يحتاج تطلع في الصورة. يعني بطلع أنا والله أني أحاول كل يوم أني ما أجيب محور يتعلق فيك، يعني صدقا يعني، بس أنه إذا أنت فعلا تبغى الفقرة تنجح أو تبغى المتسابق يطلع، مش لازم حضورك، مش لازم ظهورك معه في الشاشة، يعني ما يحتاج معزز، أعطيه ربيس وشوف إمكانياتهم. الشباب ترى عندهم قدرات حلوة. اليوم شفنا سيف فترة الظهر ما عنده محاور ولا فجأة قدم بشكل جميل أفضل من مفلح بألف مرة. سيف الأكلبي لو طلع بس شوية انطلق في البرنامج سحب أخوياه كله والضوء كله عنده. طيب نرجع لإبراهيم، نرجع لإبراهيم يعني. تمام، في مثل قديم يقول لك قدر الشراكة ما يفوح. الله ما يفوح. صح علي. اما مساله اجيبك يلا يلا تعال قدم 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 انا بعلم كانك جايب اخيك الصغير تقول ودي ودي الزواج الزواج وانصب ظهرك كذا قدام الناس عشان يدرون انك تعرف تسوق. يا تعطيها اوراق يقدم البدايه ولا تخليه لا تدخل مع الضيوف، خليه هو يدخل مع الضيوف. هذا اول شيء. ثاني شيء اعتب على ابراهيم برضو كذلك والضيوف الكرام، انتم الذين نرتم الحياه لنا بعد مجيئكم في هذا الكون الفسيح وارن الضحكات التمت في المكان. طبعا هذا تعبير من عندي مجازي عشان بس انه فقط بالمثال. ما يحتاج ورقه، ما يحتاج ورقه، هو جاي يدري انه جاي عندك ضيف في القناه، بترحب فيه ترحيب بسيط ثم تبدا تمشي معه. حتى موقع المقدمين غلط 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 غلط. يعني اول مره زاوي عبد الله راجع وجنب ابراهيم عواد كنا جنب الجير، فهمت؟ وخرجك وخرجك خلنا نعشي يا خرج في النص جنب الضيوف، شو جالسين بالزاويه والله العظيم. يعني حتى فايز، يعني الشباب جايكم ضيوف من برا القريه مكملين جالسين في النص، فايز جالس صدر مجلس، فايز خارج التقدم عليك، هو خارج التشكيله وبرا التشكيله. طريقتها غلط، طريقه وصول ابراهيم عواد لهذا الموضوع غلط. هو اصلا ابراهيم عواد اليوم ليش جاء؟ ليش في الفقره؟ هو محاوله ارضاء ابراهيم عواد، لان الامس يقولون ما قدم والامس الثانيه تركها قال برضيه اخليه يقدم. ويوم شاف تقديمه سيء. ولا تزعل مني انا كضيف كشاعر سين من الناس، لو جيت بكره او الاسبوع القادم بنسق مع عبد الله الراجي. السلام عليكم مثلا شاعر الف، شاعر من كبار الشعراء في السعوديه ولا على الخليج، ابيك تجينا وكذا وعندنا اكثر عارض اللي هو الله يحييك، ترسل لي مقاطع الفقره القى سعود علوش الاسبوع الجاي وانك افضل شاعر وانت طائش وانا طائش. ايه ارجع تمام التاريخ مثلا سعود علوش يكتب هذا المقدم يقدمني بعد بكره في لا 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 كنسل 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 الدنيا كنسل الدنيا. هذا كيف ينسق مع عبد الله الراجع؟ يعني عيوا يطلعوا معه. يعني انت ما هو عيوا، انت لما عبد الله الراجع تنسق مع ضيوف انت تقدمهم مو متسابقين، على عين وراس شباب ومقدرين ومحترمين لكم تقديركم واحترامكم. طيب ومكانتكم علي علي، بس انا ضيف لك تقديرك انه مكانه معينه يقدمك مقدم. طيب ملتزم في ممتاز الموضوع. ممتاز يا علي، انا اتفق معك بشكل كبير، لكن اما وان الراجع عنده فكره، هل طريقه تقديم الفكره كويس انه المتسابق يقدم الفقره؟ يعني مسوي هو مكتب مواهب نصر جوهر حسنا تبي الحصري ايش يطلع معهم؟ انا اقصد هذا ليش تبي الحصري؟ تبي الحصري ابراهيم عواد، ابراهيم عواد خليك على جنب ابراهيم دي. ابراهيم عواد كان مأمل ان الضيوف هذا اللي هم دائما يا شباب نقول اذا جيتوا بكم شروم توقع الا متوقع، كان مأمل ان الضيوف فهد مطر وفهد الشهراني مضبوط. يوم عرف ان الضيوف غيرهم راح قال يا عبد الله انا ترى ماني مقدم. هذا الشيء دائما انتم تضعون انفسكم في مواقف يعني محرجه. لا تجي كفش الروم، لا تجي يا ولد، روح من الساحه وراك. لا 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 جاء عبد الله قال عبد الراجح كشفته. قال عبد الراجح ابو حزام ابو حزام دقيقه دقيقه خليك حجم. قال عبد الله الراجح قال عبد والله قال عبد الراجح انا ما اعتذر عن تقديمه. قال عبد الراجح انا قلت لزملائك على الاقل خليك معي قل مقدمه وانا بستلم الحوار. هاي ايش رايك؟ وبعدين معليش يا ابراهيم بعدين يعني ابو حزام يعني معليش تسمح لي والله انا اسف. طيب اسفك مقبول انا اسف واخونا الكبير تسمح تسمح لي بس بالمداخله؟ تفضل تفضل. طيب انت تقول على الكلام هذا انتم النقد مع احترامي الشديد اخواننا وتامرون على رقبتنا واللي وحنا تحت امركم باللي تامروننا فيه ونتعلم منكم وناخذ التوجيه من عندكم. للامانه ان في اساءات جت من النقد لاشخاص سواء انا ولا اخواني يا ابراهيم ابراهيم خلينا نتكلم ابو عبد الله ابراهيم بعطيك مجالك بس اصبر اصبر.
يا حبيبي لا تجي تنظر عندي هنا تنظر عندي تتكلم عن زملائك ما لك دخل في احد لحظه لست لسانا لاحد يا ابي اتكلم عندك رد على كلام علي وراي علي حول تقديمك وجدارتك في التقديم عطر علي رايك فيه عندك مداخله او تعليق على راي سالم حزام او اتهامه لك رد على هذه النقطه لا تنظر ولا تشدها خلاص كأنك في ابشر ابشر ابو عبد الله ابو عبد الله النقد مو اساء النقد ضرب ايه؟ طيب تضارب المتسابق مع طيب النقد ما له دخل مقدمتك اليوم ما له دخل اشرقت الصباح والشمس والعصافير ما له دخل علي جعل عمرك طويل اتكلم علي خذ راحتك غالي طيب سالم حزام يقول انت حاولت انك تقول فهد مطر وفهد الشهراني اقسم برب العزه والجلال اني ما اعلم عن شيء لا تحلف انت كيله بدات دقيقه استغفر الله كيله بدات دقيقه مطر يا سالم ابو حزام عبد الله الراجح جاني بدايه الامسيه قال لي ابراهيم ما تقدم الفقره اقسم نهائيا والله ما اعلم عن شيء دقيقه لحظه دقيقه عبد الله ميزه المتسابقين اذا حجرت في زاويه سوى ابديت الموضوع دقيقه خلنا اكمل لك يا علي خلني اكمل يا جماعه خلوني اتكلم يا ابراهيم اعطونا لك مجال بس انت قاعد انك مرتبك والله ماني مرتبك وش على رقبتي سيف ارتبك عطنا معلومه الان واضحه يا عبد الله الراجح علمك ولا ما علمك على أمسية فهد مطر وعيال أيه؟ أقسم بالله ما علمني إلا بعد انتهاء الأمسية أمسية من؟ أمسية الشباب اللي أنا كنت مقدم رسمي فيها يعني هو ألغى الأمسية ذيك عشان يحطك في فهد مطر اسمع السالفة اسمع السالفة خلني أقول لك اللي عندي أنت راعي طويلة يا إبراهيم والله ماني راعي طويلة والله ماني راعي طويلة الآن أنت لا ردت على الشباب في محاولة خلني أرد أنت الحين قاعد تسولف تقول اصبر يا إبراهيم اصبر تبي أنا أقاطعك أقاطعك طيب يلا رح تفضل سالم حزام يقول على انه درى قال الامسيه هذه ما بيها انا جاني عبد الله الراجح قال يا ابراهيم جهز لي مقدمه جهز لي الضيوف والله ما اعلم عنهم الا اليوم قلت ابشر رحت انا سجلت المحاور واعطاني جواله ودخلت حتى اليوتيوب طلعت المحاور كامله وسلمتها الراجح محمد عيسى موجود انت تحسب من الضيوف اليوم اليوم على انهم من اعتذروا والله اعتذروا من البدايه قال في ضيوف غيرهم محمد دعارم واحد ثاني ابراهيم اي لاف يو والله العظيم ابو حزام يا بعد راسي انت على ما قيل احنا ما ودنا نتشتت وانا إيه انا بس اوضح صوره واحده بس ابراهيم ليش قلت بدايه الان في قبل دقيقتين قلت عبد الراجي قال لي قبل الامسيه ما تقدم ابراهيم يوم اعطيتها الاوراق المحاور المقدمه جهزت كل حاجه إيه ليش قالك ما تقدم ما قال لي انا اللي بقدمها كذا قال لي ليش حسيت انت بالغدر والطعنه اسمع السالفه صح انقهرت طيب خلني اكمل صح تفضل قلت تبي حاضر ابو طلال على خشمي رحت انا جلست بالهاوس ما في من الشيطان طاري جابوا طلال والضيوف رحبنا والامور طيبه اجلسوا الضيوف انا جالس بجنبي حشر إيه؟ قال لي وين حشر طبعا ما شفنا ما شفنا طيب قال لي ابراهيم عود وينه قلت سمى ابو طلال قال تعال بجنبي تعال جنبي إيه؟ وانا اجيب جنبه شفناه هذا طيب يوم من جيت اللي قال لي احنا نبي نعود الشباب على التقديم ومدري ايش علامه استفهام جتني انا شلون علامه استفهام وانت قايل انه هو قايل لي بقدم في بدايه الفقره وانه طلب مني المحاور وانا اعطيته اياه ايه؟ تمام وعلى اني انا اللي بقدم الفقره ليش يقول كذا قدام الضيوف على اساس اني انا المقدم الخفي اللي ما يدرون عنه الضيوف افاجئهم فهمت بس وش اكثر قهر يا شباب مش اكثر قهر لما انه يقول لك نعطي وجوه شابه ولا لما خصم على سيف الاكلوبي وش اكثر قهر يوم سيف في الخصم ولا ابراهيم حس انه كذا حق سيف اللي تغبن اي تغبن سيف ولا تغبن ابراهيم لا والله لا انا ارى انه ابراهيم تغبن انا ارى ابراهيم تغبن اكثر تغبن طيب علي 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 انا ارى انه ابراهيم تغبن اكثر حركه انه لما يقول لك كذا كان مفروض انك لما قلت انا معك مقدم يكون معي عربيز زيك او لا تخلي المقدم اما سالفه تصدرني قدام ذولي كأنك صغير كذا يلا هذا حبيبنا الصغير يلا لا تقطعونكم في شر من قالكم تقطعون رجعنا اياه لخبطه بس رجعنا اياه شفت كيف ندافع عنك ونرجعكم في شر نعم طيب. علي 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 انا ابو عبد الله بعد اذنك ابو عبد الله يلا ابراهيم يلا يا حبيبي يا علي الله يجزاك خير المحاور والمواضيع اللي انت قاعد تشربكها وتحلل لا بالعكس على انا على انا على هنا مزاجك. انا هنا اربط المحاور انا هنا اربط الاحداث مع بعض انا طيب. استلم راتب انا يوم انك تتكلم عشان اربط الاحداث انا يوم انك تتكلم موضوع يا علي الاحداث لما تجي تقول واحد في نفسه تكلم ما له دخل وتجي تقول له بخصم عليك بس لاجل الخصم
وش اكثر غبنه هي ولا عبد الله الراجح اللي قال لك ثلاث اسابيع وهو يماطل فيك او شهر ثم قال لك يلا بقدم كذا انت زعلان عبد الله الراجح دفك يعني وش تبي انت ولا تزعل زعلان عبد الله الراجح ابو عبد الله انا ما رديت يا ابو عبد الله طيب انت زعلان عبد الله الراجح انا ماني زعلان ساعه يرد لكم بشغله هي الشغله اذا بصياح نصايع عادي طيب انت الان عندك ساعه ما رديت يا اخوي احتراما لك اذا ما تبي تحترم اذا ما تبي تحترم رد يا ابراهيم الصمت عن بعض يلعب بشريعه مرجوح يا ما كل هرج يستحق الاجابه خلي اسمعني رد عني اهدى حبيبي اطلع على حقيقة كبريم عواد والله الابيات صار يعني بيقول ابيات كبريم عواد 33 يوم ساكت والجميع زملائي يشتكون منه نعم. ابراهيم عواد لو انت بتوصل طلعك علي على حقيقة اطلع الرجل الذرب الصامت الهيبة الحكمة اللي يقول انا الملاك الطاهر في هذه القرية والمتسابقين كلهم يقولون كل مشكلة وراها ابراهيم عواد علي الان والله ما قالوها طيب والله ما استغفر الله دقيقة يا أول شيء استغفر إبراهيم استغفر بدون حلف بدون لا دخل حلف الموضوع بالله استغفر رقم أنا بأخذ ممكن يا شباب خلنا نأخذها واحدة واحدة إبراهيم عواد إيش مزعلك من أمسية اليوم أول حاجة أول حاجة أنا ما قلت زعلان لا تقول إن شيء أنا ما قلته قول ما بزعلان والله ما نزعلان يا أبو حسام جتك على راسك على استفهام دقيقة أبدي عن نفس لماذا جت على راسك على استفهام لما قال لك الشباب نبي نخليهم يقدمون وشدين حلو عشان يتعلموا على التقديم ليش جاء على راسك على استفهام علي اتكلم يلا ما تزعلان علي اتكلم ايه ترى اكثر واحد قاعد يتعلق انت يلا يلا سلام والله العظيم سالم حزام قال نقطه واحده ما رديت عليه سالم حزام قال نقطه واحده ما رديت عليه يا اخي رد بالحلال رد لا ترد علي رد على علي رد يلا ليش جت على راسك على استفهام لا لا ما ابرد عليك ابو حزام بما انك اكبر ما يتنقى هو مو بداخل بخاري اسمع ابو حزام يرد على السؤال ابراهيم خلني حبيبي ابراهيم المحور الاول عند ابو حسام بعدين برجع لعلي علي ممكن دقيقه علي يلا تفضل اعطونا يا شباب انه يلا الرجل وترته والله وترنا والله مو اكثر من توتر له ابو عدل العيال الصغار خلني ارد على يلا شباب خلوا عيالنا الصغار يردون نعطيهم فرصه يلا اهدوا طيب يلا ابراهيم انا اعطيتك فرصه ترد على سالم حزام ختبنا شرق وغرب وامسيه ومدري كيف والله ما تكلم وفهد مطر ومدري مين ما كلمت ودريت وما دريت انا الان سؤالي انت تقول انا ماني بزعلان انا قابلتك عند المغاصب كنت تقولي انا زعلان عشان ناخذها في الصوره وفي البدايه وافقتني والان تقول انا ماني بزعلان المشكله يا ابراهيم بالله ما قلت كذا طيب امنا بالله يلا. انا قسم بالله أنا لا تقولني شيء ما قلته يا ابو عبد الله انت ما قلت اني ماني براضي قلت اللي سواه عبد الله صدمني أيوة. هذا الكلام اللي قلته لك صدمني كيف ابو عبد الله اي صدمني كيف هذا رفرف صدمني جاني قال لي انت المقدم جهزت الفقرات جهزت المحاور سلمت يعني عبد الله الراجح مشغلك معد اذا مشغلني معد أنا اسال هو مشغلك معد ولا كان قايل لك بتقدم الفقره قال جهز المقدمه وجهز المحاور ايوه بناء على ايش انك تقدم يا ابراهيم طيب كيف تقول الان انا صدمني اي دقيقه صدمه فيش دقيقه خلنا اخذ عدد العقل بما يعقل يا رجل طيب صدمه انه ليش اخذ المحاور منه وصدم مره ثانيه لما صدر كانه شبل من الاشبال يا الله يا علي كان من جروب سامي يا الله يا الموت. علي الله يرضى لي عليك يا علي صح الله يا علي التحليل الفني الحمد لله وصلنا الله غبنه في الحركه الله يا عادل تويجري هذه تقهر ما عرفتك قلت والله لك مش علي. اكثر من غبنه خصم 1600 على سيف يا اخوان هذه اكثر غبنه ايش دخل هذه اكثر غبنه ارى انه ابراهيم مظلوم في هذه القريه لابد ان تعطوه حقه طيب خلنا نرجع هو مقدم ومنشد واللي تبغى علي دامك يا ابراهيم ما انت بزعلان من محور عبد الله الراجح وتقديم الامسيه دقيقه دامك ما انت بزعلان سكيب تفضل لا هو زعلان دقيقه يا حبيبي انت ما انت بزعلان على تقديم الامسيه اسكت انا ما ابغى شوف أنا ابو عبد الله حبيبي اصبر انا فرق بين الزعل وفرق بين الشرها وانا اخوك وانت تعرف اول يقول انا راضي يا عيال لا 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 انت تقول اني انا زعلان على عبد الله الراجح قلت انا ماني زعلان انت انا ما قلت زعلان على عبد الله الراجح انا كلام اللي قلته لك هذا هو انت انا اقول انت زعلان على ما حدث اقسمت بالله قدام الناس نعم والان تقول انا شرح عليه نعم يعني ما الفرق بين الشرها والزعل انا بفهم انا قلت انت غير راضي قلت لا انا راضي قلت انت معد ما قلت انا فسرها فسر الشرها والزعل انت يا ابو عبد الله اذا تعرف اسلوب رجال فسر الشرها والزعل اذا كنت تعرف اسلوب رجال لا لا اذا تعرف انت عارف اسلوب رجال مو اذا كنت انا اسف حقك علي طيب أنا أسف أنا أسكب أنا أعرف سلوم رجال عشان كذا سكب أنا أسف حقك علي حقك علي الله يحفظك يا إبراهيم أنا ماني بزعول في الموضوع بس سكب إبراهيم لأنك أنت ما أنت بواضح
وكمية تناقضات. والله لا تناقضات ولا شيء. طيب أوكي. يا أبو عبد الله صل على النبي. يا إبراهيم دقيقة. والله العظيم يا علي أكثر واحد قاطع. سالم حزام نقطة واحدة. بيض الله وجهك يا أبو حزام. علي خلنا ندعم الشباب الناشئين. طيب إبراهيم عواد أنت الآن في كمية تناقضات كبيرة صارت. أنت أنا أقولها رأيي. أوكي لا تصادر رأيي خلاص. لا ما أبغى علامة استفهام يا علي. سكيب. أنا بسألك سؤال. حلو. تمام. أنت أقسمت بالله بعض. رحت فيها بعد يلا قسمت بالله ان زملائك رايهم فيك انك انت الملاك الذي لا احد يشتكي منه. لكن اليوم في مقطع اليوم شخص يقول غثنا ابراهيم عواد ويتمنى يعني صراحه منك غاثه وانه ما يرتاح لوجودك. خلنا نشوف المقطع وكان شوف عشان تلاحظ المقطع. لا تقول لي مزح وطقطقه لان الموضوع كان جاد جدا في كرسي الاعتراف. كان كرسي حراق وكان الشباب يسألون الشباب أجب بمصداقية ولا نجيب عنك وكان في سكيب واستخدموا سكيب مرتين. فكانت الإجابة من خلونا نشوف ونرجع ورونا المقطع ونرجع شباب. تتوقع مين يا إبراهيم؟ يلا من الشخص المحارب سعود داخل البرنامج؟ إيه لا تقول أسئلة كذا. إيه لا تقول ما فيه. إبراهيم عواد اللي يحس انه محارب سعودي. ايه ابراهيم عواد. اقول في من الشخص المحارب سعود داخل البرنامج؟ ايه لا تقول في الاسئله تحكي اسئله كذا. ايه لا تقول ما فيه. ابراهيم عواد اللي يحس انه محارب سعودي. ايه ابراهيم عواد. اقول في من الشخص المحارب سعود داخل البرنامج؟ ايه لا تقول في الاسئله تحكي اسئله كذا. ايه لا تقول ما فيه. ابراهيم عواد اللي يحس انه محارب سعودي. ايه ابراهيم عواد. اقول في من الشخص المحارب سعود داخل البرنامج؟ ايه لا تقول في الاسئله تحكي اسئله كذا. ايه لا تقول ما فيه. اتمنى انك سمعت يا ابراهيم. شغلوا لي صوت ابراهيم شباب. تعليقك ابراهيم قصروا الصوت سير بيز بالله. على وشه على سعود؟ ايه وش تبين اقول؟ يقول انت محاربه وغثيث. انا محاربه؟ ايه يمكن يشوف اني انافس على المليون ولا شيء. عادي تنافس شريف بين الاخوه يعني تنافس. وقبل شوي تقول والله انه انا ملاك والكل يحبني واني انا ماني بغاث احد. الان قدامك زملائك. لاني انا واثق من نفسي اني ما اعتديت على احد ولا اسات لاحد. ما اسات لاحد. ما اسات سالفه اني مديت يدي ولا اني غلطت على احد. ما مديت بس وحتى انت. طيب دقيقه خلينا ناخذها واحده. طيب ما سبب مطالبتك؟ بسوي سكيب بعد لانك انت الملاك الذي لا يخطئ. ما سبب مطالبتك؟ ما احنا ملاك. الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. طيب اللهم والله حديث القدسي يقول يا عبادي لو لم تذنبوا وتستغفروا لا تيت بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون فاغفروا لهم. جزاك الله يا 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 ابو عبد الله احنا بشر نصيب ونخطي. طيب احنا ملاك. طيب عرفت الان انك مخطي. احسن كويس. ما سبب مطالبتك بتقديم الامسيه الاولى بصفتك ايش؟ وانت ما انت بصاحب فكره ولا انت موجود ولا مقدم ولا شيء. ايش ليش تطالب؟ ولا لك سنع. انا طالبت إيه؟ بالامسيه الاولى إيه؟ اللي ما قدمتها إيه؟ اللي ما قدمتها اللي حقت شنار اللي اول شيء اللي شنار الاولى اللي زعلت وطلعت من سالم جديع اللي سيف قدم بدالك. انتم ترجعون قبل إيه؟ شهر ما سالناك. انا ما سالتك. اسالك إيه؟ ليش ما زعلت لما خصمت على سيف الاكل؟ علمنا هذا الربط. ليش ما زعلت وجالس يضحك خوي بيموت قهر بيموت قهر ويوم سأل قال طب ليش زعلت يوم قال لأن المثل علي لأن المثل الشعبي هو يقول هو ما أخطع على أحد. هو ما أخطع هو يحاول الضغط عليك. طيب إلى أن تخرج اسمع فيه قال علي ما علي دخل وما يخطئ فعلياً ما أخطأ بس يحاول. أبو عبد الله دقيقة. طيب نفدى وجه خطف. يلا أبو عبد الله يلا لأن المثل الشعبي يقول من لا تقاضى حي يقمح ليامات. طيب الله يعني أنت في السيارة أنت في السيارة ومعك ولدك وماسك خط الدمام ولا ماسك خط مكة طول الطريق كذا يدق ولدك الديكور لا تضيع ما تدري ايش تسوي تضربه ولا تقول يا ابني التربيه الحديثه اهدى يا بابا تنزل تسمع لا ما تقول اسمع سمينة. اسمع فابراهيم يشتغل على هذا اسمع يا بابا انت اسمع دق دق اسمع يا علي يا ابراهيم دقيقه الشابه لسنا من وجه الشابه اللي قدم عبد الراجل يقول تفضل بابا خذ الورقه ويقول اننا مع هذا الليل الذي فيه قمر وفي المزاحميه ناتي الينا الضيوف تفضل يا ابراهيم عواد انا لي 10 سنين على هذه الطاوله ما طلعك الا عبد الراجع وانت ما طلعك الا عبد الراجع ولا تجي
خل عنه خليك مع الورقة يا ابراهيم عواد تنتقد عبد الله. طيب عند رد يا ابراهيم رد تفضل رد على سعود يا بس خليك واضح يلا. انا وجهة نظر ابديتها بعد سؤال عبد الله الراجح لما ساله اخوي ابو ابراهيم شنار قال يا شنار هل بلغت الشباب بس فكانت الفكرة فكرة شنار وجيت شنار انا قلت له انا اذا خطمت فأنا أعتذر لأن الإعداد قالوا تنسيق بين الشباب وكانت فكرتي أنها تكون قرعة بين الشباب. جوني بالأمسية الثانية والله على ما أقوله شهيد. ليش زعلت طيب الأولى ده ما زعلت أنت خصم اللي أزعل أبديت وجهة نظر يا وين أزعل بالموضوع وين وش سويت أنا مغادرتك وعبد الله الراجح موجود أبسط شيء صارت إزعاج ولجة وطلعت ولا مشكلة. دقيقة دقيقة أنا ما قلت إزعاج لا تقولني شيئا لم أقله. إبراهيم عواد هو دور المعزز غادر. في البرنامج أنت غادر هو معزز عبد الله الراجح في التقديم هو يعني. معزز سالم الجديع في الهوشة بس هو المعزز فقط لا غير أخوان يا أنا معزز سالم الله. سالم بالغرفة هو معزز سالم بالغرفة وأنا جاي من الساحة أنت من طلع مع سالم الجديع يا أخوان خلاص دقيقة إحنا ما نبغى معزز علي علي ما يصير علي والله ما يصير سكتنا ابراهيم الجمنة ابراهيم صح. انت تقول الجميع يحبني وما بيني وبين احد مشاكل صح إيه؟ طيب اتمنى كلهم أنا علي الظاهر يا ابو حزام كلهم كلهم كيف كلهم بالظاهر كلهم يحبونك حتى سلطان البريك حتى سلطان البريك والله ما من انظف من قلب سلطان طيب اطلع لي بعد اذنك يا سعود سلطان البريك في الهنجر عطونا سلطان البريك يا تسال كذا والله دقيقه عطوا سالم حسين الحزام اليوم بس سلطان ابيك تومئ براسك اذا قلت تحبه قل كذا اذا قلت ما تبي تحبه قل كذا بس ايماء عطونا سلطان البريك بعد اذنك انت تعطي صك براءه لان سلطان بيستحي مستحيل لا 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 يعدون الحق لا يقومون يدخلون بكم يشرون ويتبكبكون ولا جاء الصدق راغوا عطنا سلطان البريك اي واحد اطرف واحد الطارف سديد اي واحد مو بحابه اصلا لا لا. بس عطنا سلطان خنقته هو ما رد على سعود علوش يا استاذي يا ابو ما في مو جاهز مو بجاهز يا إيه؟ طيب عش هذا مو سابق مو بجاهز ابو حزام ها صل على النبي بعد راسه اللهم صل وسلم مو بجاهز لا لا مو بجاهز جاوب يا ابراهيم على ما يجي جاوب هذا سلطان هذا هو معك سلطان البريك سلطان إيه أو لا اسمع لا اسمع ما سألتك ما سألتك ما سألتك ما سألتك أنت طاقيتك ما سألتك ترى سلطان يقول الحق سلطان والله يقول سلطان. الحق لو على نفسه اسمع السؤال إذا قلتك يا سلطان دقيقة سلطان عشان أيضا في توجيهات من زملائك لا تخرب على زملائك سلطان البريك أنت وين غدا جابوك سلطان البريك ترى هذه شهادة بينك وبين الله أنت تحب إبراهيم العواد ترى بينك وبين الله لا تكذب تراك شجاع ارتاع مش ويش انه مجبر والله في مسدس وراك نفسي يعني اذا هو كذا انا ودي جواب لا تدخلون بالنوايا ما نبدا خبني بس جواب طيب يا علي يا علي والله سالم حزام ترى كلمتين 20 دقيقه ما جاوب على السؤال اللي راوغ منه خلنا جاوب طيب ليش بعد انا بسكت لين نهايه الحلقه يلا تفضل ليش جاء على راسه علامه استفهام لما قدمه كشبل من الاشبال قدام الضيوف غدربه طيب جاوب على الاستفهام بدون لف ودوران طيب. جاوب انا ماني موضوع الاستفهام برجع له بعد شوف انا حاضر عطني ورقه استقاله استقم برنامج طيب. لا يريد الجواب يا رجل تبي نمشي مع في سؤال سعود التيبي في سؤال ابو عبد الله خنقني ابو عبد الله مدير الحلقه عنده سؤال خليني اجاوب على مدير الحلقه بعدين ارجع السؤال سالم مو موجود يا استاذ رجع السؤال لماذا علامه الاستفهام فوق راسك هل لانه قدمك مثل سالم جديع نصر كشف لي من الاشبال علمني يا ابراهيم عواد جاوب ابراهيم خذ راحتك نقدم شبل من الاشبال وهو يرد بكم الشروق تفضل طيب علي خلي تجاوب على راحتك بعطيك مجالك يلا جاوب على راحتك بما تريد ابراهيم ابو عبد الله انت على النقطه اللي قلتها قلت بديت وجهه نظر صلى الله وبارك أنا روح موضوع الامسيه الثانيه جوني الشباب وانا اقول على ما اقول شهيد والله الذي لا اله غيره واللي يحرمني اغلى ما املك ان جوني جاني سالم جديع وجاني محمد الودعاني والله ما ادري من قلت اسمعوا أنا حطوني احتياط كفو أي واحد من الشباب ما قدم بالبرنامج من التصفيات إلى اليوم حطوه في مكاني كفو والله هذا اللي قلته لهم قالوا لا نبيك أنت قلت اللي تبونه أبد أنا عود من عرض حزمه غدر بك عبد الله الراجع أسمع أبو حزام أنا جعني فداك بس خلني أتكلم طيب يلا تفضل معلش حبيبي لماذا على رأسك علامة استفهام حتى الجمهور على المسرح يطالبون أجب على علامة الاستفهام لماذا عبد الله الراجح أبو حزام
قدمك ابو حزام اجب على علامه الاستفهام. سعود يا مدير الحلقه يا سعود جابونا الجمهور رد على علامه الاستفهام. الجماهير تطالب. نعم الجماهير تطالب. ابو عواد يا ابها جاوب على الاستفهام يا ابها جاوب. شوف ابراهيم ليش علامه استفهام من بدايه كف شرون طال عمرك ما عمر سويت الحركه هذه الا مع ابراهيم عواد يا علي الغامدي. اسمع عشان تحس مره علي عشان تحس يا حبيبي لما اقول لك ليش تخسر على بعض. اسمع ابو عبد الله الله يجعلني في دال لحيتك خلينا نتكلم. يلا 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 جاوب على السؤال بعدين قول ابراهيم انا سويت والله انك شوف تمسك خطوط طويله. لا ولد علي 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 رجاء تكفى علي خلاص قفل. والله صحيح سالم قفل بعطيك دقيقتين خذ راحتك بس لا تستطرد. بيض الله وجهه. فايد اصواتنا يا بابا خلوا يسولف. طيب جاء طال عمرك حطوا الاعلان اني انا المقدم يوم ان جيت الا اسمي مع الشباب سالم جديع ومحمد الودعاني تمام تمام. جاء المغرب قال عبد الله الراجح تراك ما تقدم الفقره. ليش؟ والله هذا اللي صار. لا يا ابو طلال قال بس. طيب قلت له سمعا وطاعا على خشم. اخوياك مختارينك. اخوياي والله الذي لا اله غيره انه مختارين. اخاف ان اخوياك راحوا قالوا لعبد الله والله ما والله يا محمد محمد الودعاني محمد مساعد اخو الحره ها انه قال المترحل قل المترحل اسمع اسمع المترحل عندك خلي قول المترحل ولا مترحل عندك عندي ما هو مترحل عندي ما هو مترحل اسمع يعطي الناس مسميات اسمع اسمع والله راهن عليه حتى لو ترحل ابراهيم انه يرجع والله يا حبيبي اسمعني اسمعني الشعارات هذه يا ابراهيم الشعارات خلها على جنب. طيب ابشر على خشمي جاني قال انا ماني طالع. قلت اذا لي معزه وقدر عندك يا محمد انا طالبك طلبه خلني على جنب والأمسية تكتمل وحضرت الأمسية مع الشباب وجلست بالمسرح ولا سويت أي حاجة. طيب إلى من ذيك شوف صار شهر الحين السالفة إلى يومك هذا وأنا أحب أني أبين لكم أنتم يا النقد وأبين للجمهور العظيم وارفع له عقالي على ما قيل وبيض الله وجيهكم جميعا. أنا الحين بإذن الله آخر يوم بإذن الله تشوفوني في هذه الغرفة اللي تشرشحت من قبل النقد. لا لا لا, لا يعترف ابراهيم عواد انه تشرشح على الغامدي. ظلمتوني ظلمتوني خاصة على الغامدي والله ظلمني. ما ظلمت والله زملائك يا ابراهيم. ابراهيم ابراهيم دقيقة انت تقول الكلام علي الغامدي اعطوها الاعداد نقطة والله انه ذكرها بالنقد وبالله وتالله امام مغلظة اني ما قلتها. جاوب جاوب والله ما قلتها. جاوب لا تراوغ والله ما قلتها. جاوب علي جاوب لا تراوغ لا تلف وتدور. جاوب على الكلام ليش على راسك على استفهام. جاوب اللي ظلمني بكلمة ما راح اجاوب عليه. ليش على راسك على استفهام اللي افترى علي. ليش على راسك على استفهام ولا قدمك من الاشبال. علمنا ابراهيم لي فخر عادي لي فخر تقدم لي فخر. ابراهيم 20 دقيقه ابراهيم 20 دقيقه الله يعطيك العافيه. انا اعطيتك دقيقتين للرد تمام ما رديت بشكل واضح. ليش ما رديت؟ هذا ردي. ما رديت على سؤال علامه الاستفهام. طيب علي سال على علامه الاستفهام. على وشو علامه الاستفهام يا اخوي يا ابو طلال انت تدور يا ابو عبد الله. جاوب ليش. طيب جاني ابو طلال 20 مره عدت السالفه هذه. لا لا علامه الاستفهام انت قلت 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 علي دقيقه الله يصلحك. انت قلت علامه استفهام جاءت بعد تقديم عبد الله الراجح لك. علي الغامدي يقول ليش جت علامه الاستفهام. سؤال سهل انت اللي قلته. لان يوم اني قال لي تكلم والله بظني اني انا مقدم فيها تفاجات. دقيقه دقيقه يا ها تبي تضحك خلص. ليش اضحك؟ نقلبها ضحك؟ عادي نقلبها ضحك. لان تبي الصدق نقلبها ضحك. لان اجاباتك انت مره تبيها جديه، مره تبيها ضحك، مره تبيها ما تبي شو اسمه. تبي الصدق ابراهيم؟ تبي الصدق؟ طيب خليني قسما بالله العظيم انت قاعد تطلع بمظهر، مره قال لي مقدم، مره قال لي انا ما قلت. ما قال لي مقدم والله ما قلت. انا اقدم والله ما قلت. والله ما قلت. والله الذي لا اله غيره وانت معنا بالاداره اسال الاعداد، اسال محمد عيسى. انت قلت قبل شوي واسال المعدين. وش برا؟ اسال قدام الناس. قدام الناس؟ يعني ما تدري عن شيء انت؟ لا لا الان قلتها. انت ما تدري؟ لا ما ادري من مقدم اليوم والله ما ادري. مقدم اليوم؟ طيب صل على النبي. والله ما ادري من هو المقدم. طيب صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل وسلم. انا اعرف ان عبد الله الراجح فكرته إيه؟ انه يدعم الشباب، بس كنت اتوقع ان عبد الله الراجح ما راح يطلع في الصوره، تفاجات وجود صوره عبد الله اليوم. إيه؟ كنت افكر ان عبد الله كل اسبوع، هذا الاصل اني انا لما اقدم الشباب حتى راي علي، انا لما انسق مع ضيف قوي فجاه يجي يقدم له مثلا اي متسابق سين من المتسابقين تمام؟ أنا ضد هذا الشيء، لكني أجي أقول يا إبراهيم عواد الأمسية الأسبوع الجاي لك أنت رتب ضيوفها،
انت يا ابراهيم نسق الضيوف ورتب هذا الصح، هذا الدعم الحقيقي زين. اما اني اجي بيض الله وجهك بيض الله وجهك اكيد إيه؟ هذه الافكار اكيد بيض الله وجهك إيه؟ لان عبد الله راجح الله لا يبيض وجهه لا 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 اجل شفت انت حوم تحوم اسمع اسمع يا رب اصدم. طيب سالم اختم بالله اخر سؤال ابو حزام جعلني فداك ابو حزام يلا ابو عبد الله ابراهيم ابراهيم وشهادتك ابراهيم جامعه انت تدري ان ابراهيم تدري ابراهيم وهذه صدمه ترى للجميع اعلامي متمرس في تقديم الحفلات والمؤتمرات تدري ان ابراهيم الان طلع بشكل مو بزين ولا هو بصالحه تدري 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 يا رسل جاسبر تدري ان يا اخي خلونا نتكلم يا اخي تدري ان ابراهيم تدري ان ابراهيم العواد الان منظره سيء وعبد الله الراجح يقدمه بالرغم ان امكانيات ابراهيم العواد تفوق كثيرا عبد الله الراجح لا صح معلش هو جاي متسابق صح متسابق لكن الرجل عنده امكانيات مهوله مو بسيط لانه رضى على نفسه ما شفنا رضى على نفسه يا ما رجع كان اللي صار اليوم ركيك من ابراهيم ارتبك غدر بهالرجال ما غدر تبيني اسوي وش تبيني اسوي تبيني اقوم من الضيوف تبيني اقوم من الضيوف بيض الله وجهك ابو حزام والله العظيم شهاده اعتز فيها غدر بك صح ولا اسمعني اسمعني غدر بك صح اسمعني صح ولا مو بصح قل صح يا اخي فقنا لا مو بصح انقلع لا 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 ابو حزام ابو حزام ابو حزام انا طال لا 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 اذا لي معزه وقدر يا ابو حزام ورا لاجيك والله ابو حزام حطنا في وجهك ابو حزام ابو حزام المدفع يا اخي نجي نطالب بحقوقهم يعود دروغ مو بصحيح يا اخي انا اعتذر منك ابو حزام ابو حزام نعم غدر بي غدر بي غدر بي وانا احتراما لعمره وكبر سنه انا رجال احتراما ما ابي اقول الكلام هذا بس انتم تحدون على اقصاني هي مية سالفه غدره هي السالفه مية غدره المصطلحات هذه انا والله ما تعودت عليها والله ولا تربيت عليها اسمعني صل على النبي صل على النبي صل دقيقه دقيقه انا اشوف بالبدايه ابو حزام زعلك والله ما يرضيني لا يا اخي الحين لا شوف شوف صل على النبي صل على النبي احنا دائما ضدكم صل على النبي صل على النبي حقك بيرجع غصب على خشمي على خشمي اول حاجه انا بك تهدى واذا حصل مني انا يا اخوك الصغير خطا فانا اعتذر منك واعتذر من اللجنه اللي معك صل على النبي صل على النبي الموضوع انا للامانه الموقف حتى اني قلت لابو طلال يوم الشاعر قاعد يقصد والله العظيم والذي نفسي بيده ان حشره بجنبي قلت الوضع ما جاز لي للامان عوضه يا اسود اسمعني اسمعني صل على النبي جيب له بنوره وعبد المجيد اسمعني يا اذا هو اليوم قدام الشباب اخوياه وانني والقمر الليل يفاني الان الان سؤال سؤال حتى لو ما صدم بتتغير مثلا بيطلع مثلا النابغه الذبياني في المقدمه بيطلع نفس المقدمه سواء مصدوم ولا صادم نفس المقدمه شكرا لك ابو حزام انك كشفت ان ابراهيم عواد كان زعلان وهو يقسم قبل شوي لا ما زعلان لا 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 شرهان 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 ابو حزام ابو حزام شكرا يا ابراهيم الله وجهك السلام عليكم كل عافية شكرا كمية تناقضات يا جماعة الخير كمية تناقضات تثبت أن المتسابقين يعانون من إبراهيم عواد أنا ماني بفاهم شيء من المداخلة ولا أنا بعارف شيء ولا فهمت أي حاجة من إبراهيم عواد علي استطاع بطريقة أن يخرج جزء كبير من إبراهيم أبو حزام بطريقة ذكية معتادة من أبو حزام أخرج ما تبقى من إبراهيم الرجل جايني زعلان ويحلف بالله انه مو بزعلان انا مسكت راسي ترى قدامكم صدق والله مسكت راسي لاني جايني يقول انا زعلان فطلع في الشاشه اول شيء قال ما في موضوع انا اتكلم عن جمهوري غيابي طيب ابراهيم تكلمني لما صدمته بالمحور الحقيقي لف ودار وعجن وزاد ولف وركب وما ادري كيف تركيب اوراق في الاخير طلعت السالفه انه زعلان فعلا وعبد الله الراجح توضيح بسيط لا انا ما ادري ما ادري توضيح صراحة. بسيط تفضل نحن تعمدنا اليوم أن يجلس إبراهيم عواد في الكمشروم أطول قدر ممكن في الكمشروم ليه؟ عشان يظهر تناقضه للجمهور تمام؟ إبراهيم عواد تخيل أني أجي أصدم سيارتك وأضحك عليك أضحك عليك والله عندي تأمين شامل إيش تبغى يصلح سيارتك أضحك عليك تنقهر ليش تصدم سيارتي؟ لما جاء عبد الله الراجح وقدم كأنه واحد صغير من الشباب كنا واحد من عياله انغبن طب ليش انغبنت هو بس انه اللهم قدمك بس شعور انا سالت عن سيف الاكل قلت ليش ما حسيت بالغبن اللي حس فيها سيف لما خصمت من نفسه قال وش دخل قلت لا نفسها لما سالك سيف ليش زعلان من سلطان ال 4000 قال ماك دخل ليش يستغبن الرجال في ال 1600 اللي مالك فيها لا حظ ولا نصيب لا بتاخذها ولا حد بياخذ بس كذا خصمته منه ولما قدم بس عبد الراجح كذا كانك واحد من عيال كنا كرسي الحلاق يحط لك خشبه تجلس فوق فهمت يحلك عرفته جلس كذا تفضل بابا يلا قدم لهم انقهرت
وبس احساس كذا انك قدم كذا وشكلك جالس جنبك هو عارف طيب وهو معضل متقدم قدامك شكلك غلط اصلا في الصوره فطالع بشكل باهت فانقهرت من الامسيه اللي اصلا طريقه وفكره عبد الراجح خاطئه وغلط. يعني اذا انت جايب مقدمين اثنين قائدين امسيه في النص والضيوف هنا مو الضيوف في النص الله يحييهم وما يروح الضيوف وانت جالس في الزاويه هنا ترميهم. تنسيق الامسيه غلط تنسيق صحفيين يعني لان عبد الراجح صحفي تنسيق صحفيين على باله مع مسجل علي عطني تصريح يا علي ما تصريحك حول على زاويه الكنبه إيه على زاويه الكنبه عرفت إيه تعود صحفيين تمام. عموما خلني بس اسال سالم عبد الله الراجح هل اخطا اليوم بتقديم ابراهيم عواد؟ شوف على كل الطريقه الطريقه خلني بعيد عن اسم ابراهيم الطريقه طيب. انك تقدم كذا ليش ما تعطي الصراحيه المتابقه كامله وانت تعال في الاعداد ولا ريبيز يا اخي هذا الاشياء اللي متبع من يوم من عاد بقع عصبيه انك اصلا عطى الريبيز واصلا سبق انكم عطيتوا الريبيز لان احرقت الريبيز اصلا في فقرات ما تسوى الفقره هذه من مهمه للبيز امتى لا شمع امتى نعم شاري البيز جديد انا والله صغير ذاك ما عاد اسمع ضد الماء كل شمع ما عاد جبت البيز جدد غبار اذا شكرا عم منيب فهو الان هذه من الامور اللي تحسب سي في لابراهيم ليش ابراهيم بيقدم مثلا او غيره بيقدم الشعراء تحسب له في اليوتيوب هذه مهمه بالنسبه لنا احنا على كثر التناقضات اللي عند ابراهيم لكن هذا ما يمنع ان احنا نرد حقه شوف انك تكسر موهبه متسابق هنا انت عدوي مدير اعداد جمهور اللي انت والله انك على التمثال الاشياء الجانبيه علاقتهم مع بعضهم بصرهم تناقضاتهم ما تهمني لكن ترى كسره ترى غدربه ترى طلع بشكل باهت جدا عبد الراجح انت بتوكله وش لزومك تجي جنبه يعني كانك ما انت واثق فيه او كانك تبي توحي للضيوف ان هذا متدرب خطا يا اخي والله العظيم خطا يا اخي خطا الرجل يقدم مؤتمرات يقدم مناسبات يقدم مؤتمر دولي مؤتمر اعمال مؤتمر اقتصاد تروح تجلس جنبه اربكته يقرا قسم الله والغبنه يقرا والغبنه فيه لا بس ابو حزام تقديم الاحتفالات يختلف عن تقديم صح الامسيات صح واللقاءات صح ابراهيم عواد لا يستطيع بس احنا جايين ندربهم لا يستطيع انه يقدم مثل هذه نعلمهم المره الجايه يا شباب اذا قال لكم عبد الراجح بتقدم هذه قل ولد انت بتدخل معي ولا الحالي بس يدري لكن تناقضات ابراهيم عواد قدام الشاشه واضحه اليوم وجليه واضح معاناه المتسابقين منها كميه تناقضات الغريب يا جماعه استغفر الله يحلف ارجع للمداخله انا غلطان يمكن علي غلطان سالم لكن ارجع انا استغرب اللي يعرض الله الايمان في الاخير يطلع بمظهر ثاني في اخذ 10 دقائق معنا سيف الاكلبي بعد مطالبه في الكونفشن روم نشوف ايش عنده سيف حلها حياك ماسكين سر يا جماعه يلا سيف حياك اسم اللي ريالتي ضعيف لا مو بريالتي ضعيف سيف والله العظيم سيف انه عطي مجال فانا مؤمن بشخصيه سيف وروح الكوميديه اللي الان ما طلعها وانا اتبعه واشكرك على تقديمك اليوم للمطبخ هذا التقديم ولا بلاش جاء الوالدك في الجنه اول شيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صبحكم الله بالخير جميعا حياك الله سيف تفضل لو سمحت السبحه بس عشان الصوت ابو حزام عنده طيب المهم اللهم صل على محمد الموضوع باختصار انا والله ما بعد جيت وطلبت اني ادخل كفش الروم الا لين تنادوني لكن خلني اقول لك ما راح اقول طفح الكيل لان ان شاء الله باقي بنتحمل والدعوه بسيطه 3 شهور في النهايه تفضل لكن في امور تنرفز كمتسابق انا في النهايه انا ماني جاي هنا ضيف شرف انا جاي هنا متسابق واللي اعتدته منكم انتم بالذات يا فقره الرادار تقولون للمحسن احسنت وللمسيء اسات اشكرك على الشهاده يا سيف اي والله شهاده حق يسألني ربي عنها يوم القيامه اخوي علي حبيبي وبيني وبينه ما يلزم هو عارف اخطا قبل شيء في حاجه والخطا وارد اللي هو فكره المشهد اللي سواه محمد مسفر اليوم فكرتي وليست فكره محمد مسفر طيب. انا اعتذر وهو على عيني وعلى راسي جاني بذاك واذا كانت فكرتك اشكرك وشكر عميق جدا من هنا الى بيشه لكن بقول لك كلمه ان كان كذا افكارك بيض الله وجهك يا اخوي اشتغل مع محمد مسفر واشتغل مع عبد الله العتيبي يا اخوي يهمنا نجاحكم اقسم بجلال الله ان نجحت انت والنسخه ان نفتخر نتلومس وان نفرح وان نعيش نشوه عظيمه لان نجاحكم من نجاحنا لما ترتفع ويرتفع اسمك ويرتفع صيتك ترى نفرح فيكم جعل والديك في لما الواحد يقدم قسما بالله ان الواحد منا اذا جاء يوم الايام في الفقره ودرى ان واحد متسابقين قدم مبادره ولا فكره جديده مبهره على الشاشه يجي كذا منتشي مرتفع تحس ان الدنيا ما بسايعته ليه شيء تقدم من الشاشه للمتسابق مو من القناه خلي القناه جنب اسم المتسابق لانه تهمه يا اخي ما انسى نايف الرفيدي في بريزس 2 ما انسى سيف الزعبي في اناشيد في بريزس 2 ما انسى سكريبت 2 الشباب في سكريبت 1 اللي عملوا معهم ما انسينا الشباب في السوق
كل واحد ينجح ترى يهمنا. ما يخالف يا ابو، لا توقعنا ضدكم. انا اعتذر واول مره اعتذر الجنة. والله العلي العظيم اني داري انها تفضل يا سيف كمل كمل سيف. بخصوص انا اللي صار في الموضوع لما في النهايه، طبعا شوفوا عشان نكون على بينه للجمهور، لاني ادري انكم ان شاء الله انتم بتتفهموني وعارفيني زين، الجمهور ما يعرفني زين. انا ما اقولها تقليلا من اخوياي ولا شيء، ترى محمد مسفر بلسانه قالها يوم اعطوه كلمه في المطبخ، قال انها فكره سيف لك البي، بس يمكن علي ما ركز. تمام حقت بيتنا لبيك هنا. إيه يلا إيه. لكن انا هذه على قولتهم طلعت لي نقضت لي جروح قديمه اسلم، اللي هي لما علي قال فكره محمد مسفر طلعت ببين حلو. وغير كذا يوم تقول تعاونوا مع اخوياكم على خشمي، انبغوا افكار، انبغوا وقفه، انبغوا حتى تمثيل. سمعتونا فداكم اسلم. الحاجه الثانيه ذكرت اشياء قديمه، انا جاي هنا مشترك ولست ضيف شرف. ايش جاي هنا مشترك, مشترك. صحيح. ومتسابق. فكره الله يا وقت مضى اللي زل وعقود صدرت مني وقلتها لكم قبل وتكلمنا فيها هذه واحده. هذه حقت من فكرتي انا فكره كنت اي نعم فضل. بس انا في البدايه كان ادي سولو شنار ممتاز صح اي نعم كلنا مكملين بعض لكنها فكرتي انا حقك حقك توفيق يا سلام عليك صح؟ انا من ايام صح. من ايام التصفيات وهذا خطا مين انا اقول لك انا الاعداد ميديا. ابغى عادي الاعداد هل ما ادري سيف الاكلبي تحديدا في شيء غلط علموني اعدله ليه وش اللي صاير ما دائما الفقرات ما يحطونها باسمي حتى من ايام التصفيات انت متخيل في جايب العاب حلو ومبادرات ضربت وجاء عليها تعليق كويس مكتوب مبادره المتسابقين اللي طيب. هي لا تقول العاب المويه طيب. هي. اللي بالدوار ذا لا لا هذه عدوها صدق لكن قبل ايام التصفيات كاتبين شو اسمه المتسابقين في احدى الفقرات طيب هذا كلام شغلك يعني يا سيدي الميديا عندنا علي علي الميديا متعودين وش اليوم انت منطلق اليوم منطلق والله لا غطي مكان عيال يبشر بس طيب كان يبي يغيب يغيب طيب سيف انت عندك اشكاليه في انه ما تنسب لك في الميديا انت وانت عارف انا كمتسابق لا اتكلم عن الحين عشان وضوح بس عشان انت قصدك ان ما ذكرت في الميديا ما كتبت انه فكرتك ما تكتب حلو وغير كذا علي اخطا قبل شوي حبيت ابين ابو مسفر علي عيني وراسي ذكرها طيب. بس لما مثلا يتداولون هالايام الجايه كفكره حقوق على قولتهم حقوق النشر او حقوق حقك لكن الملكيه حقك اكيد سمعتوا وغير قبل لا تبدا اي مبادره حبيبي لبي. يا سيف انتم الشباب عادي وضح هذه شباب مبادره بسيطه ان شاء الله ما نقدر قبل احنا نوضحها بعد علي او ختامه تمام ممتاز لان بعض الحال الميديا يكون مستعجل في القص حاول تبكر في البدايه يعني او شيء او تكون خشم. انت اول ما يبدا الكلام سلام عليكم بسم الله او زي بعض الشاي اذا بسوي مبادره زي سالم الدعي مسوي مبادره حط صورته فهمت بس لا تنتظر عمال لين لا لا انا عندي انا لا لا انت تكتب سيف ولا تنتظر احد دافع عنها اذا جاء احد دافع انا عندي شيء بعد اذنكم بس عشان ما اطول عليكم عندي شيء انا بالنسبه لي انه يغث اكثر من هذا الصدق اللي هو انا بسالكم وارجع واقول انتم تنصفون ان كان مخطئ يقول يا سيف انت مخطئ يلا تفضل وشو يا سيف الحين متسابق وطبعا انا اقولها من ميانه عليه ما همني اللي بيقولونه الجمهور عبد الله الحربي يمسك البث ساعه ولا متسابق يقدم فقره لمده نص ساعه بدال مقدم الين يجي هل اللي يستاهل الشكر والثناء طبعا عبد الله يستاهل لكن لو تحطها في كفه المتسابق اللي قام برياليتي ولا المتسابق اللي طيب شال حمل اكبر منه اللي هو مقدم طيب سيف انت قصدك فقرتنا ولا وين بالضبط لا فقره المطبخ اليوم بس شكرناك مرتين لا جعل والديكم الجنه صدقوا النقاط ابو سلطان اعطى عبد الله الحربي بعدها باربع ايام لا تستعجل على رزقك يا سيف ممتاز. لا انت شوف انت ما بتكون مضغوط 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 وتنفجر في الوقت الغلط لا ما هو في الوقت الغلط ان شاء الله انا اتكلم علشان ما يجي بعدين وتقولون ليش ما تكلمت لا لا, لا 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 شوف احنا اليوم اثنين على وجودك في الفقره واكيد انه ابو سلطان بيعطيك درجات بيعطي عبد الله شو اسمه عفوا ابراهيم عواد على صبره على عبد الله الراجح مش على تقديمه لان تقديمه ما كان مره فبيعطي على الصبر على الصبر بس عموما انا ما ودي اطول عليكم الله يرحم والديك انا في شيء في شيء في شيء ثاني في شيء اخير لا في شيء اخير عشان الوقت في شيء اخير بالنسبه لي انا اشوف اللي يسكت عن حقه بوجهة نظري أنا متسابق ولا غيره ضعيف بالضبط أنا إن شاء الله ماني بضعيف جيت أعدل علي أخوي وحبيبي وتاج راسي الخطأ ليت والله ما يعدل غيرك يا سيف يا زين الدرابة يا زين الدرابة شوف الأدب شوف الطريقة شوف كيف نسمع يا أخي نصف دقيقة نصف دقيقة يلا يا أبو حزام لبيك شوف أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل بعد 33 يوم سيف صادق يا الربع حنا أيضا
في اشياء تحس خطرنا، مثلا مثلا احنا في الرادار مثلا، شوف يا سيف، لاني اقول لك انت على حق، مثلا طلع مثلا مقطع لعلي الغامدي يسوي كذا وانا ما طلع لي مقطع، انا مستحيل اني اصف النيه، والله ما اصف فيها، مستحيل يا اخي. احنا سوا اللي تتبع اليوتيوب يرى فيه يعني اسماء سبحان الله يقودهم عليها سلك الحرير على طول، تك تك تك. والله الله يرحم والديك على ذا الكلام. فعلا والله فعلا الكلام بقول لك، المشكله ما عاد يب عند الجمهور، المشكله في الاعداد، انه سبوق على فلان يكتب اسمه في الفقره. شفت شلون سيف الاكلبي ثلاث ايام اجيها اقول يا ولد تراها فقرتي الله يرحم والديك. وهذا هل جيت فقره النقد نقتص من الميديا؟ ليش انا قلتها وربي يسالني عنها يوم القيامه، سواء انا اتفقنا معكم او ما اتفقنا انتم. بالرغم من سيف هو العين مفتحه في القريه ذي ترى، والله صدق هو انت مشروع كمشروع اعلامي ترى ما بلنت، ما عليك من البروباغندا والدهاويل والامور وايده. شكرا طيب لك. ما ودي اطول، اخر نقطه، سيف اخر نقطه يا ابو عبد الله. قبل خلينا نشوف مقطع سيف تقديمه اليوم، بما انه جانا كان عندنا محور والله بس بما انك جيت سيف اعطونا مقطع رقم 2 لسيف، نشوف جمال سيف هو يقدم صوت اليوم وروعته، خامه الصوت صوتي الرزانه. تفضل يا اباض. احنا للامانه الأمر مرة مستنسين بدون مقدم بدون شيء. تروك يا قلبي. شوي. يلا. مفلح عنده ظرف وهو دائما ما تأخر ولا عن أي فقرة، دائما موجود ومبدع. إن شاء الله إنه ما يعتبر هذا اللي صار إنه تطفل، لكن استأذننا من الإعداد إنه نبدأ نقدم ونبدأ نضبط، لأن أتوقع باقي أقل من ساعة على الصلاة. طيب نأخذ الاتصال معنا. أريحية، مو بعنده خبر من ثلاثة أيام ومرة دريت ما در شوف دفوه قال يطلع بدون ورقة بدون غدرة بدون شماغ. حياكم الله، هدوء، اتصال أخذ اتصال. انتقاء الكلمات إن شاء الله ما يعتبر تطفل ولا يحتاج ورقة، مو ويعتبر هذا المساء إيه فهمت ما بدي غطس الورقة يعني بغطس اسمع يطلع على الفاصلة اسمع يطلع على الفاصلة لا بدت الجملة دخل في الورقة تطلع علامة الاستفهام أيوة. كأنها ماريو أريحية ما يعتبر تطفل إن شاء الله استاذن من الإعداد والله صار. شكرا يا سيف فرق بين يوسف كنيان بين واحد يلعب درجة ثالثة إيه عطنا نقطتك الأخيرة يا سيف النقطة الأخيرة اللي هي أتوقع أنها صارت عاد كثير والله أنا شاركت في المطبخ يبدو أن كبدك من دبلة جدا زين اللي تحملت الشهر يلا قعد أنا أربع مرات دخلت المطبخ المرة الأولى خسرت انفجر قلنا ما عليه المرة الثانية طبقنا كان أفضل من طبقهم طبقنا المهم وخذناكم وقتها حلو قالوا وكلوها الربع معناتها أن قالوا لا الفائز الفريق الثاني قلنا تم المرة الثالثة يا طول العمر فزت المرة الرابعة اليوم النقاط تروح بالتساوي لا خلني أخسر حلو عطني صفر ولا 500 250 تعطيك معلومه اعطيك معلومه تدري اليوم ان تقييم المطبخ في الميديا اعطني بالله بعطيك اياه لانه كان المشتركين بس ما حد يقدر يشوف ولا انا ما اقصد والله ما اقصد شخص بعينه لا لا ما لنا دخل بشخص لا 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 انا اقصد مبلغ ما شاء الله طالب بحقه ما بس انت المشكله انت احمد ربك انك متعادل لانك في الميديا خسران صدق دقيقة الرسالة البهد معياد نصب عليه بالخير يوم أقول أنا ما عندي جمهور في الميديا ويقول لا تستسلم أنا صادق رجع بس تعدل ارجع يا سيف ارجع الجمهور أنا ما عندي اشتراك في حساب القناة فبضطر إني أشوف في حساب سعود لازم تشتركون عشان تشوفون يعني يسوي كذا فإحنا نقدر نشتري أنا صوت اليوم ما عندي جمهور ما عندي جمهور أنا مصوت مصوت لك يا سيف والله مصوت لك أبو عبد الله والله مصوت لك أقسم بالله مصوت هذا تصويتي اليوم نحن ندعمك وندعم نجاحك ولا ندعم فشل بعض لأنك اليوم قدمت بس أنا مصوت أنا مصوت لا دقيقة ألغي اللي تحت كذا عشان تطلع أنا مصوت تقدر تقرب بباضة عشان أقدم ثم يزحلق إصبعك يطلع اللي فوق تحت لأني أنا كاتب السقة موجودة لا لازم لازم حتى الجمهور يشوف لأن في ناس كثير ما شافوها سو كذا سو كذا يمين كذا سو كذا بيدك عشان ما حد يشوف الحساب واضحة لا لا يخلي يشوفون الحساب وصلت يا أبو عبد الله هذا بصوت هنا تحت شوف مع أنكم خسرتوا التركي وناصر وسيف والله اكتساح ودي انكم فزتوا لكن للاسف ما اشوف انا اوعدك ان شاء الله كل اسبوع تدخل يا سيف اصوت لك ان شاء الله بما اني مشترك ترى قال كلمه مي بزينه بيرجعنا للمربع الاول بس لا لا رجعنا للمربع حقه الجماهيريه لا لا هو له دخل في العلاقه في التقييم بس انت لا تستسلم اعطونا سيف يا جماعه انا بالنسبه لي ما استسلمت والدليل
قولوا إله الله، بسألكم سؤال وعلى عجالة جاوبوا. سيف أعطيك معلومة سيف، لبيك والله أن الجمهور يحبك، جعل والديك في الجنة والله يا سيف، الله يجعلنا من المقبولين. نعم. والله أنا أهم من كل شيء، أنت مقبول ومحبوب وعندك جمهور، لكن شوف لا تغتر دائما وأنا أقول للزملائك لا تغتر دائما بجمهور البدايات، لا تغتر لأن الجمهور بعد فترة يبدأ يفلتر. الجمهور ذكي. نعم. ويعرف من هو فقاعة الصابون ومن هو فزة الددسن. تعرف فزة أنا أبو عبد الله يعطيها واحد. أبو عبد الله أنا تعمدت إني ما أدخل المجال، مجال البرامج، إلا بعد ما أنضج في كل شيء، فصدقني إنه ما راح بإذن الله. شكرا والله يا رجل، والله شكرا شكرا للي أعطانا سيف، شكرا لوجوده. عموما ختاما عشان ما أطول عليكم، خل الختام دقيقة علي بيعلق بعد الختام، أبغى الجمهور بس يركز، خلوكم من نقد، ارموا بكلامنا عرض الحائط، قل حنا قل حنا أي شيء متحيزين أي اللي تبغوه، قارب بين المداخل الاولى والمداخله الثانيه، بس انا ما نفهم، احنا مغمضين، قارب بين المداخل الاولى والذرابه، بالمداخل والله المداخل الثاني والذرابه داخل والله الأولى. في ميزه وعلقوا عليها، في ميزه مين فيهم كلهم، في جديه ضاعت من نقطه، يعني اهتم ليش؟ عشان الجمهور، عشان داخل منافس، عشان داخل مليون واحد، الله يسامحه خصم عليه ما يستاهل، وبعد ذلك يعاني الامرين. سيف لا تقول لي جماهيريه ما بجماهيريه، فعلا ترى سعود صادق، هذا الشهر الاول يا اخي، يا اخي انت مشروعنا الاعلامي، حنا جمهور، ترى حنا في النهايه جمهور، حنا انت معجبنا، انت معجبنا صدقني سيف، انت مشروع بالفعل اعلامي للقناه، يعني وفيه اسماء فيصل الجبالين، محمد الودعاني، عندهم جميع، لكن اخيرا مشاريع القناه ستكسبهم على المدى البعيد وابشروا بالسعد. تفضل يا سيف. بالنسبه لي اتكلم للجمهور وحتى للاعداد من باب الانصاف، انا لو بغيتها يعني بداهيا كذا بتجي، لو بغيتها تحدي برضه تحدي، اكثر من قدم فقرات انا اكثر من طيب سوى خلاص حركة. يا سيف لا 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 لا, لا وقف لا لا قول لي الله اي اكثر من سوى كاركترات انا ومحمد مسفر، اكثر يعني معقوله بعد ذا كله ما طلع اسمي، انا يوم ابحث عن اسمي القناه كاتبت اسمي 6 مرات بس، طيب 18 فقره مسويها وحيد قرن انا مسويها انا. طيب سيف يبدي تذمر من فريق الميديا، واتمنى وصلت الرساله، يعني الجميع سواسية، وانا والله ما اشكك في فريق الميديا ولا يعني أنت، لكن اسمع في 6 سيف، في 6 سيف، لكن لابد من اعطاء الجميع صراحة فرصهم في الظهور، وخصوصا امثال سيف، سيف يستاهل هذا الظهور، وصن مبادرات كثير سواها وفعاليات كثير وكثر. شكرا لك سيف. شكرا. الله يعطيك العافية. كانت هذا خير ختام الحلقة اليوم اللي امانة استمتعت فيها كثير، وظهرت حقائق كثير قدامكم، كشفنا فيها تناقضات، ودعمنا فيها مبادرات، ودعمنا فيها متسابقين، هذه الفقرة التي لا تكذب ابدا، هذه الفقرة اللي مستحيل يعني تقول شيء او تعطي معلومة وبعد ايام تلقون العكس، لا احنا نعطي معلومة ويتمنا فيها، واحيانا في دقائق مثل ما صار اليوم وتثبت الحقيقة، واحيانا بعد كم يوم مثل ما صار في سالفة سالم جديع امس وشنار. شكرا لمتابعتكم، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. قبل الختام إن شاء الله اللي بنلقاكم يوم الأحد، تشتاقوننا أكيد، تفقدوننا، فيه الآن التصويت مستمر للمشتركين وللحصانة بإذن الله تعالى إلى يوم غدا، وأذكركم أن تركي السبيعي يمتلك كرت حصانة أو درع حصانة، إذا كان درع أو إذا كان تركي في البرايم فهو أو في النمونة مثل ما قال علي بيطلع ويدخل واحد مكانه، وإذا كان تركي مش في النمونيه يحق له أن يخرج أحد المتسابقين ويدخل واحد مكان، يعني غدا موعودين بحدث استثنائي، وهذا من ضمن الأشياء اللي كنا نتكلم عنها اليوم، هي المطبات اللي يضعونها فريق الإعداد حتى نرى حقيقة المتسابقين والرياليتي الحقيقي لهم والأحداث الحقيقية، هم الآن ما تدخلوا في القصة بشكل مباشر، حطوا مطب ونشوف تفاعل المتسابقين معه وكيف طريقة تعاملهم. أذكركم نفسي بوقف عظيم ووقف الأيتام بجمعية البر الجديدة بمكة المكرمة، هذا الوقف اللي والله اليوم انبسطت، يعني راسلني أحد الأحبة من مكة المكرمة وكان يسأل عن موقع المقر يبي يزوره، يعني شيء حلو صراحة أنه مكان قائم الآن وتقريبا الآن عظم وشبه بيكتمل، يعني لما أرسل الرسالة والله أني قعدت أسترجع الموضوع كثير، يعني ممكن أنا بعد أشهر أروح مكة، ممكن أزور هذا المكان اللي كنت أنا مساهم فيه، كنت أنا أحد الداعمين فيه، كنت أنا أحد اللي يحثون الناس على التبرع، ويمكن أنت مو بشرط حتى تقدر تتبرع الآن، إمكانك أنك تحث تنشر، خصوصاً أنه وقف معتمد ورسمي وموثق، والله شعور جميل
والله لذيذ. اليوم لما جتني رسالة من الأخ العزيز أني تفكرت، يعني أخذت دقائق وأنا استرجع هذا الموضوع، ماذا لو بعد أشهر زرت المكان ولقيته قائم ومؤجر وريعه يروح للأيتام سنوات عديدة. أبو حزام يا أخي سبحان الله، دائما التعامل مع الله لا شك أنه يعني منتهى اليقين، لكن أيضا واحد بده يشوف ثمرة عمله، يعني أحس أنه أنجز، أحس أنه لها رصيد مع ملك الملوك. ففعلا مثل الوقف حينما بينوه وارسل البرومو وانه شارف على الانتهاء، ودائما ترى في من خلال تجارب ما في وقف ما اكتمل، كلها بتكتمل بك بدونك بتكتمل، لكن الموفق من يوفق الله ليكون احد المشاركين في هذا الوقف. فتح الاوقاف الجديد هذا حق الاسهم انا اعتبر انه فتح من الله عليهم، بحيث انه يبقى لك الى اخر الزمان، والى يعني بعد موتك كصدقه جاريه. باب فتح، ابواب الخير اذا فتحت لا تتردد، لا تتردد، ترى والله ما يردك الا الشيطان. اي باب خير يفتح امامك ادخل، احذف هنا واحذف هنا واحذف هنا، ما تدري وش تلقى، لكن اكيد في الدنيا بتحصلها قبل الاخره، ان الصدقه سبحان الله فوريه، فوريه، نتيجه فوريه، هذه من خلال تجربه وتجربه خاصه. الهمام الهمام والبدار البدار، والله يوفقنا وياكم جميعا. تركي اسبيعي انا اقترح ان يحط له طاوله حق الدروع في الهنجر بحكم انه اخذ درعين الان، الله يوفقنا وياكم جميعا. شكرا لك ابو عبد الله. بعض الناس يمكن يسال سؤال، وش معنى كلمه وقف؟ يعني انا بفهم وش وقف. يا سلام، جمعيه بدل ما تنتظر انه اهل الخير واهل الصدقه واهل الزكاه يجي يتبرع ويحط في صندوق الجمعيه ويضع 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 الى ان نصرف على اليتيم، نصرف على المساكين، نصرف لو انقطعت بعض الاموال من بعض المحسنين توقفنا او قل بعض الاستحقاق للمساكين، لكن لما انا ابني مبنى كامل واقوم بتاجيره لمستثمرين واجر على مطاعم على محلات، اذا هذه وش هي؟ عوائد ماليه لاكتفي ذاتيا بعدم العوده للمحسنين. خلاص انا اكتفي الان اصرف على كل استحقاقات اللي عندي في الجمعيه بايش؟ بالموارد اللي انا اكسب فيها من هذه الاوقاف. فعلا من هذا الشيء سيكون لك دائم مدى الحياه. ضع لو ريال واحد لك، اجعل خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اجعل هذا الشيء دفعة بلاء، عن لو لا قدر الله شيء بيصير لك ولا شيء، اجعل هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، حياتك مستمرة، أنت في عافية، أنت في خير، أنت في غنى، حط شيء لك ولنفسك ولأهلك. شكرا لك، يعطيك العافية علي. توب 3 الآن في حساب القناة في منصة إكس للمشتركين، تنافس كبير وتحدي حقيقي وليس وهمي. محمد الودعاني في المقدمة، الآن شنار الدوسري المركز الثاني أعتقد، يعني ما بحث إلا شنار المركز الثاني، وفيصل الدبالين المركز الثالث، تنافس كبير. سالم جديع داخل بقوة في التنافس، ومناحي الرجباني أيضا داخل في التنافس بقوة، وفايز الشهراني يلوح من بعيد في تنافس كبير للتوب ثري. والاسبوع الجاي ان شاء الله راح يكون بشكل اسبوعي في نجم الاسبوع، يكون في جوائز خاصه لهم ومميزه للمشتركين فقط. حلو. اقول الصدق ولا لا؟ فكره الاشتراك اقسم بالله انها قضت على شيء اسمه وهمي. ريحت ترى، لا نزعم من بعض يا اخوان، الوهمي ترى ب 40 ريال اشتري 400 صوت، ب 400 ريال اشتري 1700 2000 صوت، ليه يا اخوان؟ معلش، هو اخر شيء يلعب على نفسه ويطلع بعد البرنامج ويعيش الدور على العالم ويوهم نفسه ويوهم، لكن هنا حقيقي، هنا حقيقي يا حبيبي. انا ما عندي مشكله والله لو يصوت 100 شخص في كل برنامج لنهايته، بس اعلم عشان بكره ما يعيش الدور على زملائه ويضحك عليهم وعندي وهمي حتى الشيخ الان نطمن ان نحطه الان في التويتر، بيجي شيخ عادل. يعني الشيخ ايضا نفسه اللي تبي، انا بالنسبه لي ودي البرايم حتى زياده كذا نخي، بس مو بالحين، مو بالحين يحط الاربعه يخير الجمهور يختار اللي يبغى. شكرا لكم شباب، نلتقي بكم ان شاء الله يوم الاحد في فقره الرادار. لا الى ذلك الحين، سبحان الله ليش رسولك انا كاريزما كارزماوي والراس طايل لمركز الدار.